الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الأعزاء، إخواني الأفاضل، أساتذتي الكرام، كل عام وحضراتكم بخير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. اليوم نستأنف نشاط منصتكم، منصة دمياط التعليمية، بعد أجازة العيد أعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات، وأنتهز الفرصة إن أقدم التحية والتهاني إلى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الأستاذ عادل عثمان، والسيد وكيل المديرية الأستاذ عبد الرازق الزيني، وطبعا وجه التحية والاحترام والتقدير للأستاذ أمين الخياط، منسق عام المشروعات التعليمية بدمياط ومسؤول منصة دمياط التعليمية والأب الروحي للعملية التعليمية في دمياط. وأحب أقدم النهاردة واحد من أبناء مصر، جمهورية مصر العربية، هو الدكتور محمد حسني خلف، أحد أبناء مصر من محافظة المنيا، وفخر مصر، موجود حاليا في الكويت. تواصلت معاه علشان يكون ضيف علينا النهاردة، يوم جديد بعد استئناف نشاطنا بعد أجازة العيد. النهاردة يوم مختلف لأن لأول مرة يحضر معانا على منصتنا واحد من أبناء مصر وليس من محافظة دمياط، ولكنه هيبقى إن شاء الله من محافظة دمياط. فأحب أرحب يا بيه سلام وأقول له والله. كل سنة وحضرتك طيب، وفرصة سعيدة ومناسبة أسعد إن حضرتك تبقى موجود معانا بعد أجازة العيد، ولأول مرة واحد يحاضر معانا من خارج أبناء دمياط، ولكنك مصري وفخر لمصر. وأحب أقول لحضراتكم إن أنا واحدة من تلميذاته، اللي طبعا مش تلميذاته في السن يعني، ولكن من متابعينه جيدين على جميع المنصات العربية اللي موجودة، سواء رواق أو إدراك أو اترك أثرا. حقيقي بفتخر جدا إن هو مصري وموجود على جميع المنصات التعليمية في البلاد العربية، ودايما يا رب يكون في تقدم ونجاح وتألق، ويرفع اسم مصر ويكون سفير لها وخير لسفير لها. مش هطول عليكم عشان اترك الساحة لدكتور محمد، يتحفنا النهاردة بمحاضرة من محاضراته الرائعة عن تكنولوجيا التعليم. وهيبدأ معانا سلسلة النهاردة، أول سلسلة النهاردة من تكنولوجيا التعليم هو تصميم الأنشطة التفاعلية. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. بداية أحب أشكر السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الأستاذ عادل عثمان، وكل الشكر والتقدير للسيد وكيل المديرية الأستاذ عبد الرازق الزيني، وكل الشكر للسيد منسق عام المشروعات التعليمية ومسؤول منصة دمياط التعليمية الأستاذ أمين الخياط، وكل الشكر للجندي المجهول طبعا الأستاذة علا العليمي، الأستاذة مسؤولة منصة دمياط التعليمية للتعلم عن بعد، ألف شكر ليهم جميعا. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل السادة اللي حرصوا أن يكونوا موجودين اليوم لحضور الدورة التدريبية، أشكرهم لحرصهم الشديد لاستثمار وقتهم وتنمية ذاتهم إن شاء الله. وعلى بركة الله، موضوع دورتنا النهاردة إن شاء الله عن تصميم الأنشطة التفاعلية. تصميم الأنشطة التفاعلية. بداية عايزين نعرف قواعد السير في الجلسة، يا ريت كله يعمل عنده المايك، يعمل عندكم أن ميوت، تمام؟ ولو في أي سؤال أو استفسار ممكن من خلال خاصية رفع اليد. والكاميرا زي ما انتم شايفين، يعني عايز اللي يشغلها يشغلها، اللي عايز يقفلها يقفلها زي ما انتم شايفين، تمام؟ لو في اي تساؤل ولا في اي شيء ممكن حضراتكم تسجلوه، وفي نهاية الدورة ان شاء الله بعد ما اخلص خالص هتلقى كل التساؤلات بتاعتكم بإذن الله. طيب، بداية عايزين نعرف ايه هو النشاط التفاعلي. ما هو النشاط التفاعلي؟ يلا كده على الشات في كلمة او كلمتين او جملة بسيطة كده، عايز أشوف رأي حضراتكم، يعني إيه نشاط تفاعلي؟ يلا كده على الشات عندكم لو سمحت. هو الشات ما بيظهرش أنا عندي يا أستاذة علا خالص.
تمام الشات كده؟ موجود يا السلام فندم. عليكم. لا الشات موجود يا فندم، الشات موجود ومتفعل. طب السلام يا ريت لو عليكم. حد من الناس اللي موجودين معانا يقولوا لنا الشات موجود عندهم. استاذ امان، السلام استاذ محمد عليكم. فخراني. للأسف يا دكتورة الشات مش موجودة يا دكتورة. طيب ماشي يا فندم، اتفضل وانا هشوف الموضوع. طيب ماشي، النشاط التفاعلي يا حضرات، لا في لو ناس حد كتبت في عايز يقول الشات يا جماعة، في ناس كتبت. او نعم. استاذة سماحة قاسم، استاذة سماحة قاسم كتبت في الشات اهو، يبقى الشات مفعل. طب طيب نفعله، ممكن نفعله ازاي يا دكتورة بعد إذنك أنا بك؟ ما هو موجود يا فندم، حضرتك هتتك على كلمة الشات اللي جنب اللي جنب السماعة، هتلاقي في صورة أشخاص وقاعدين الشات، هتضغط عليه هتلاقيه يظهر على اليمين. أستاذ محمد الفخراني كتب أهو، مثير واستجابة لا هدف، نشاط بين تلاميذ ومعلمين. مكتوب يا فندم، اضغط بس على تمام. الشات اللي في الشريط وهيظهر. تمام، اتفضل. السلام عليكم. تمام. ماشي عليكم يا فندم. السلام ورحمة الله وبركاته. هو حضرتك بس ظاهر بالنسبة للشات إنه متاح للأشخاص اللي هم مضافين للمجموعة. طيب تمام. حضرتك طيب تمام، حضرتك طب مسجل ممكن في يا استاذ الاستمارة يا غانم بس فندم؟ تقولي تعليق او حضرتك مسجل تعليقين في كده من الاستمارة يا الناس اللي فندم؟ تاني؟ ايوه يا فندم مسجل، بس المشكله انا مش شرقيه يا فندم، موجه اول مديريه التربيه والتعليم مش شرقيه يا فندم. أنا مسجل بحضرتك، حضرتك مسجل في الاستمارة، حضرتك هتبقى ايوه يا مضاف فندم. للمجموعة يا فندم. وثواني أنا هظبط الموضوع لو حضرتك لسه مش متظبط. اتفضل يا فندم. الاسم مصطفى احمد عبد العزيز. شكرا. حاضر يا فندم، اتفضل يا دكتور محمد وأنا هظبط الموضوع. اتفضل يا فندم. طيب تمام. طيب النشاط التفاعلي يا جماعه، لو احنا حبينا نعرف يعني ايه نشاط تفاعلي، فده عباره عن نشاط او تدريب او تمرين يسمح بفاعليه المتعلم، يكون هو المتعلم هو اللي بيكون الفعال اللي فيه، هو اللي بيشارك، هو اللي ده كله طبعا عشان يؤدي لرفع كفاءه المتعلم الفكريه والشخصيه، وده طبعا بيكون تحت اشراف المعلم وتوجيهه. ده كده باختصار ما هو النشاط التفاعلي. في مقوله كده لاحد المعلمين والتربويين والمؤلفين الامريكان جون هولت، بيقول ان التعلم ليس نتاج للتدريس، يعني الطالب ما بيتعلمش نتيجه ان واحد بيدرس له خلاص، لا، ولكن التعلم بيكون نتاج لنشاط المتعلمين. النشاط اللي بيعمله الطالب بنفسه هو اللي بيكتسب من خلاله المعلومات والمعارف والحقائق والخبرات. فلذلك النشاط التعليمي ده او النشاط اللي بيكون في المدرسه ده شيء اساسي في بناء شخصيه المتعلم. طيب لو احنا حبينا نصنف انواع الانشطه، في انشطه بتكون رقميه وفي انشطه بتكون غير رقميه. رقميه دي بتعتمد على استخدام وتوظيف التكنولوجيا، غير رقميه دي بتعتمد على الاوراق مثلا، اللي بيستخدم وسائل زي الاوراق، الزجاجات، اقلام، يرسم، لوحات، دي كلها اسمها وسائل غير رقمية. احنا النهاردة ان شاء الله في محاضرتنا هنتكلم على الانشطة التفاعلية الرقمية، ده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله النهاردة، الانشطة التفاعلية الرقمية اللي بتعتمد على استخدام وتوظيف التكنولوجيا. طيب لكن الانشطة التفاعلية الغير رقمية انا هسيب لحضرتكم زي رابط اهو، ده رابط على الدروب بوكس فيه مجموعة من الانشطة التفاعلية الغير رقمية مشروحة بالفيديو، وموجود منها النشاط بيكون ازاي والخطوات بتاعته والادوات اللازمه ليه، فده هسيبه لحضراتكم بعد نهايه الدوره كده ان شاء الله، وايه وتطلعوا عليه في البيت. كلامنا احنا النهارده كله هيكون على الانشطه التفاعليه الرقميه، بس انا ان شاء الله في الدوره ديت عايزين نشتغل عملي يا جماعه مع بعض، يعني اللي انا هقول لكم عليه خطوه تالي الثانيه يا ريت تعملوها معايا ان شاء الله. طيب بدايه يلا كده كله يستعد معايا، عايزين ندخل على الرابط ده learningapp.org. اللي عنده ممكن موبايل ذكي مثلا ممكن يوجه الكاميرا على الكيو ار ده او على الباركود ده على طول هيروح على الموقع، لكن لو ما عندكش الامكانيه ديت ممكن على اي متصفح تكتب learningapp.org. اللي يخلص الموضوع ده يضغط على الشات رقم واحد. اللي يخلص الموضوع ده يكتب على الشات رقم واحد. هتكتبوا ايه حضراتكم؟ اللي هيتعامل كالآتي، اني هتكتبوا على اي متصفح learningapp.org. الواجهة اللي هتوصلوا لها حضراتكم اللي هي الواجهة اللي امامكم دي، دي هي الواجهة اللي هتوصلوا لها حضراتكم.
تمام. الأستاذ أسامة أهو دخل، الأستاذة أماني وصلت، تمام. أستاذة سلوى عايزة أكتر يا جماعة، يلا شدوا حيلكم. learningapp.org أبعت لكم الرابط على الشات. أيوة يا ريت يا فندم. حاضر. الأستاذة سمر تمام، الأستاذة عزة تمام، طيب. على الكل ما يدخل يا جماعة عايز أوريكم كده منتج أو مخرج اللي إحنا هنتعلمه النهاردة إن شاء الله. فأنا هوريكم دلوقتي منتج اللي هخليكم تتعلموا إزاي تتدربوا عليه وإزاي تعملوه للطلاب إن شاء الله على ما الكل كده إيه يدخل. مثلا ادي منتج من اللي احنا هنتعلمه الحين ان شاء الله مع بعض. على معلومات ان الساده الحضور بيكونوا تقريبا الحاضرين عندي معلمين من المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه وجميع التخصصات، فانا حاولت على قدر الامكان ان اجمع اغلب التخصصات في الامثله بتاعت الشرح بتاعتي، تمام. فادي منتج او مخرج من اللي احنا هنتعلمه النهارده، نشاط تعليمي. هبعت الرابط للطالب. اول ما هبعت الرابط ده للطالب هتظهر له الشاشه دي مجرد ما ينقر على الرابط ده. بيقول له في السؤال من الرسم حدد اسم كل منطقه. هيضغط الطالب على اوكي. ملاحظين ان امامه في خريطه فيها اربع دبابيس ملونين اهو. مجرد ما الطالب هينقر على اي دبوس منهم ظهر له ان المكان ده اي بلد اي دوله من ديت الخريطه دي اللي هي خريطه الوطن العربي. فمثلا الطالب اختار ان ديت اللي هي الجزائر. طيب ملاحظين ظهرت كلمة الطالب هنا الجزائر، هينقر على الدبوس الأخضر. الصورة احنا لسه في الباركود. الشاشة دكتور بس مش مع سعادتك، السكرين طيب مش مع ماشي. سعادتك. أشوف تاني حاجة، أشوف تاني. حضرتك مش مشارك الديسك توب. يا ريت يا جماعة الملتزم يقفل المايكات كده. واضح كده؟ ايوه يا فندم دلوقتي الديسك توب. ايوه اتفضل. هقول المثال تاني اللي انا قلته من شوية. شايفين يا جماعة هنا أدي عندي هنا أهو خريطة هوريها لحضراتكم محلا. دي الشاشة اللي هتظهر للطالب. جاي له من الرسم حدد اسم كل منطقة. أنا لحد الآن لسه ما علمتكوش أي حاجة، بس أنا بوريكم المنتج أو المخرج عشان يتكون لديكم صورة ذهنية عن الشغل اللي إحنا هنشتغله، هيكون النهاية بتاعته هتكون إيه. فأدي عندي هنا السؤال بيقول لي من الرسم حدد اسم كل منطقة. فالطالب يضغط على اوكي. مجرد ما ينقر على الدبوس اللي هنا هيظهر له اختيارات السعودية ولا الجزائر ولا ليبيا ولا السودان. فمثلا الطالب يختار ان دي الجزائر. يجي على الدبوس الثاني يختار مثلا ان ديت ليبيا. يجي هنا يختار ان ديت السودان. يجي هنا يختار ان دي السعودية. بعد ما بيخلص الاجابات بتاعته لازم طبعا يكون في فيدباك تغذية راجعة، فهو هيدوس على العلامة اللي من تحت دي هيظهر له ان الاجابات كلها بتكون صحيحه.
قال له شكرا جزيلا. ديت اللي انا كاتبها له برضو اثناء اعداد النشاط، ان يظهر له شكرا جزيلا، ممتاز، احسنت. لو الطالب اجاب اجابه خاطئه هتظهر المربعات بدل ما كلها اخضر، الخطأ فيهم هيكون بلون احمر، فبالتالي لازم يعيد الحل مره اخرى. ده مثال من المنتج او المخرجات اللي احنا هنتعلمها النهارده ان شاء الله. طيب في مخرج تاني برضو، رابط هبعته للطالب او نشاط هبعته للطالب هيكون شكله النهائي كالاتي. بيقول له هنا سؤال معلومه، بيقول له ركز اكثر، شايفين هيضغط على اوكي. ده فيديو انا بعته له، ادي فيديو هنا بعته له. الفيديو ده بيتكلم عن تكنولوجيا النانو، ومكتوب تحت الفيديو واحد واثنين. اثناء الفيديو ما بيش هو شغال بيظهر له سؤالين، ممكن نحط ثلاثه اربعه عدد اسئله زي ما انا عايز، تمام. فمثلا شغل الفيديو عادي وجاء عند الدقيقه مثلا، انا ظبطه عند الدقيقه 20، هيظهر له السؤال ده، فبالتالي هيقول له ستارت اكسرسايز، ابدا التمرين. ده عباره عن فيديو بيتخلله مجموعه من الاسئله، مجرد ما يحل السؤال هيروح على يكمل باقي الفيديو، بعد كده يتعرض للسؤال الثاني وهكذا. لو الطالب ما حلش السؤال هيرجعه للفيديو من اول وجديد، بس هيحمل السؤال اهو. دكتور محمد يا ريت تفتح المايك، المايك اتقفل عندك يا دكتور محمد. دكتور محمد افتح المايك لو سمحت. ممكن ساعتك تكتبي له في الشات يا دكتورة. هو سامعني دكتور محمد؟ افتح المايك. السلام عليكم. ايوه دكتور محمد اتفضل. السلام عليكم. ايوه دكتور محمد اتفضل. سلام. الله دكتور اتفضل. اتفضل يا دكتور كامل. وعليكم السلام ورحمة دكتور محمد. افتح المايك، المايك عندك ميوت مقفول. تقريبا احنا فقدنا الاتصال بيه، هو دلوقتي هيرجع تاني. اتفضل يا فندم. دكتور محمد معلش احنا فقدنا الاتصال بدكتور محمد، هيدخل مرة تانية. مش مشكلة.
استاذ جنابك دكتوره ولا الدكتور؟ المحاضره ساعتين، ده من ضمن الساعتين يا فندم؟ مظبطين البرنامج على ساعتين ولا مفتوح؟ لا مفتوحه يا فندم ان شاء الله، يعني الوقت اللي هاف تايم دوت ان شاء الله هنعوضه، بس هي بس النت عند الدكتور محمد الزهر الجوده عنده عايز تظبط بس شويه. انا كان عندي مشكله في الدخول على فكره برضه، لان احنا دلوقتي وقت الذروه ووقت الحظر، فاحنا قاعدين كلنا في البيوت فبيبقى فيها كده. تمام. ايوه فاهم، انت وحشي ونور فعلا. معلش ما هو موجود معنا، هو هيبقى موجود معانا حالا دلوقتي. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة يا أستاذة علا، براحتك مفيش مشكلة. لا هو احنا بس عشان وقت الذروة وكده فالعملية بتبقى تقيلة شوية، مفيش مشكلة، كلنا مقدرين يا فندم، كلنا مقدرين. دكتور محمد أهلا وسهلا يا فندم، قلب حضرتك. معلش يا أستاذة علا، معلش يا حضرتك. ولا يهمك، احنا كلنا عندنا مشكلة النت يا فندم، اتفضل يا فندم. مشكلة بس علشان عندنا الحظر الكلي هنا في الكويت، فبالتالي ايه الناس معهاش غير الإنترنت حاليا. فأعتذر منك مرة أخرى. تحت أمرك يا فندم، اتفضل. هعمل بس مشاركة للديسكتوب. آخر حاجة حضراتكم سمعتوها عني مني اللي هو النشاط اللي هو بتاع الخريطة ولا الفيديو ولا بتاعت من سربح المليون؟ لا الخريطة يا فندم، الخريطة. الخريطة آخر حاجة. طيب ماشي. أطلب من الزملاء بس نكون لهم فول المايكات يا جماعة، لو سمحت عشان نسمع الدكتور بجودة عالية. يا ريت نسمع المايك. نستأذن جنابك بس نشط لنا الشاتنج يا دكتور علاء بعد إذنك. والله الشات يا جماعة. والله متنشط يا فندم، متنشط طب. فعلا يا فندم. طب اوكي اوكي اتفضل. بس حضرتك انت مسجل معانا على الدوره؟ حضرتك اللي بيسال على تنشيط الشات مسجل معانا على الدوره يا فندم؟ طيب اتفضل يا دكتور، اتفضل يا دكتور. ماشي يا فندم. طيب احنا عرفنا خلاص اواخر النشاط عرفناه اللي هو بتاع الخريطه، في نشاط تاني اللي هو بتاع الفيديو. ده عباره عن فيديو تفاعلي بيكون يتخلل الفيديو مجموعة من الأسئلة، فأنا هعرض النشاط للطالب كالآتي، هبعت له رابط، الرابط ده هيضغط عليه الطالب فيظهر له النشاط زي ما ظهر لحضراتكم كده، هيقول له ركز أكثر، هيضغط على أوكي وبعد كده هيشغل الفيديو. هتلاحظوا إن الفيديو تحتيه واحد واثنين، يعني فيه سؤالين، ممكن أحط 10 أسئلة 20 سؤال زي ما أنا عايز، تمام؟ ومش بس كده، ده أنا بحط الأسئلة في عدد في الدقيقة اللي أنا عايزها، في الثانية اللي أنا عايزها في الفيديو. فمثلا انا هشغل الفيديو اهو، انا مظبط الفيديو على الدقيقه 20 يظهر سؤال. على الدقيقه رقم 20 هيظهر له سؤال. الصوت كده واضح يا جماعه؟ ايوه يا فندم اتفضل. واضح يا فندم. ماشي، ظهر له عند رقم 20 هو السؤال، هيقول start exercise. هيظهر حاليا سؤال هنا على الفيديو تبع موضوع الفيديو، وبعد كده لو الطالب أجاب السؤال صح هيكمل الفيديو، لو أجاب خطأ هيطلب منه يعيد تشغيل الفيديو مرة أخرى وهكذا. هيضغط مثلا هيتكمل، هيستمر الفيديو في تشغيله لحد ما يجي السؤال الثاني، يضغط على رقم 2 هيظهر له السؤال الثاني، وبعد ما يظهر السؤال الثاني هيجاوب على السؤال، وبعد كده هيقول له بقى احسنت ولا اعيد تشغيل الفيديو مره اخرى واسمع المعلومات مره اخرى وهكذا. ده كده نشاط من الانشطه اللي احنا هنتعلمها ايضا هنعملها ازاي. في كمان برضو من ضمن الانشطه اللي احنا عايزين نتعلمها هو سؤال من سيربح المليون. ده عبارة عن أسئلة، من سيربح المليون ديت عبارة عن أسئلة، وكل سؤال منهم بيخليه ياخد مبلغ معين. فهنا مثلا بيقول له أطول نهر في العالم، هيختار مثلا أطول نهر اللي هو نهر النيل. بعد كده شايفين طلق بدل من هنا وصل المبلغ ده، هيقول له مثلا أول من أسلم من النساء مثلا السيدة خديجة بنت خويلد، وهكذا كل مرة هيعلى أكتر فأعلى فأعلى. ممكن أعمل مثلا سؤال في الرياضيات وهكذا. ده كده برضو من ضمن الأسئلة والأنشطة اللي احنا عايزين نتعلمها. طيب وفي غيرها كتير، بس خلينا دلوقتي نشتغل الشغل العملي. لو أنا حابب أعمل أي نشاط من دول، إيه الخطوات اللي أنا هعملها؟ بداية هدخل على الموقع اللي احنا شايفينه ده learningapp.org learningapp.org. طيب بعد ما هدخل عليه إيه اللي هيحصل؟ لازم طبعا الموقع ده
اعمل عليه حساب، لازم اعمل عليه حساب. الموقع ده بيتميز ب ان ممكن اضيف فيه انشطه، اختار الاجابه الصحيحه، اسئله مفتوحه، في سؤال لذيذ جدا اسمه المصفوفات، في سؤال اللي هو الفيديو اللي احنا شفناه، في سؤال اللي هو الخريطه، في تقريبا ما يقرب من حوالي 15 نشاط، وال 15 نشاط بيكونوا مختلفين، وال 15 نشاط دول بيكونوا مناسبين للمرحله الابتدائيه او الاعداديه او الثانويه، وبيكون مناسب لجميع المواد. تمام؟ طيب اول ما انا هدخل على الرابط اللي انا بعته لحضراتكم learningapp.org، اول ما هدخل عليها هيظهر لي الواجهه دي. الموقع ده الماني، فبالتالي ممكن اللغه اللي بتكون ظاهره ديت مش هي اللغه اللي احنا عارفينها، يعني مثلا هتلاقوا هنا كلام مش معروف. فانا عشان اوصل للغه الانجليزيه، شايفين مجموعه الاعلام ديت اعلى يمين الشاشه، في مجموعه من الاعلام، هنضغط على السهم هنا ونختار اللغه الانجليزيه، هنختار انجليش. اول ما اختار انجليش هتحول على طول اللغه الانجليزيه. شوف الكلمه اللي هي كانت مش مفهومه بقت كريت اب، كريت اب اللي هي اللغه الانجليزيه المعروفه. يبقى اول خطوه احنا هنضغط على الرابط، الخطوه الثانيه هحول اللغه، مش هنلاقي اللغه العربيه، فهنضغط على كلمه الانجليزيه من السهم اللي عند الاعلام دي. بعد كده دي كده الانترفيس او الواجهه بتاعه الموقع اللي احنا هنشتغل عليه. طيب ايه الموجود في الواجهه اللي عندي؟ لو انا عايز اعمل نشاط جديد هضغط على كرييت اب، لو انا عايز اعمل نشاط جديد هضغط على كرييت اب. طيب لو انا عندي مجموعه من الانشطه انا عاملها هضغط على ماي ابس، ماي ابس اللي هي دي، هيظهر لي مجموعه الانشطه اللي انا عاملها. دول مجموعه الانشطه اللي انا عاملها واللي انا عرضت لكم منها بعض الحين. تمام كده؟ طيب يبقى دلوقتي كل واحد منكم هيعمل ايه؟ هيدخل على الموقع، وبعد ما هيدخل على الموقع هيعمل تسجيل فيه. ازاي تاني الخطوات؟ ادي الرابط بتاع الموقع اهو، الناس اللي هتشتغل معايا عملي. ادي رابط الموقع اهو learningapp.org. بعد كده انا نزلت على الشات يا فندم. طيب تمام. وعندكم على الشات موجود اهو. بعد كده هندخل ونعمل لوج ان، هنضغط على لوج ان. لو انا عايز اغير اللغه الى الانجليزيه هضغط على السهم دي اللي من فوق، وبعد كده هضغط على لوج ان لتسجيل الدخول. اللي يعمل الخطوتين دولت يبعت على الشات رقم 2، اللي يعمل الخطوتين دول يبعت على الشات رقم 2 لو سمحت. الأستاذة علا نزلت الرابط اهو على الشات. تمام. الأستاذة عبير اهي ما شاء الله دخلت معانا، والأستاذة جهاد، الأستاذة جهاد. تمام ما شاء الله عليكم. معلش أنا محاضراتي دايما ودوراتي لازم بتعب اللي معايا، فلازم الشغل العملي ما فيش أحسن منه. الموقع ده لذيذ وجميل جدا ومجاني، وفي نفس الوقت ما يجبرش الطالب ان ينزل اي تطبيق على الموبايل ولا اي حاجه، مجرد ما يضغط على الرابط يظهر له نشاط يحله على طول، وبيظهر له في تغذيه الراجعه، وفي نفس الوقت بيريح المعلم، يعني مش هيجي لك حاجه انت بتقعد تراجعها ولا لا، لا خلاص كده هتعمل النشاط وخلاص على كده، والطالب هيتعلم النشاط ويعرف الصح من الخطا. الاستاذ اسامه تمام احسنت وهو معانا برضو. يا طيب عايز اكتر اسرع من كده واكتر من كده. بارك الله فيكم كده ويعطيكم الصحه والعافيه يا رب. طيب نكمل يلا. بعد ما هعمل تسجيل دخول هضغط على لوج ان، الخطوه اللي بعد كده هيظهر لي الواجهه اللي قدامكم دي. ايه اللي انا هعمله؟ انا دلوقتي لو هدخل الموقع ده اول مره هضغط على ريجستر ناو، لكن لو كان ليا حساب سابق هضغط على لوج ان. فطبعا تقريبا الغالبيه اول مره يدخلوا عليه، فهتضغط على ريجستر ناو اكونت، نيو اكونت، ريجستر نيو اكونت،
يعني تسجيل جديد او حساب جديد، register new account. register new account اللي فاتح المايك لو سمحتم. register new account ده للتسجيل لاول مره. طيب بعد ما نضغط على register new account الخطوه اللي بعد كده هي هيظهر لي الصفحه ديت. هنكتب اول حاجه طبعا اسم المستخدم، هتكتب اسمك وهتكتب اي ايميل انت حابه، ايميل الشخص الخاص بيك، وهتكتب كلمه سر وتعيد كتابه كلمه السر. يلا الاربع حاجات دول، هتكتب اسمك واسم الايميل وكلمه السر وتعيد كتابه كلمه السر. بعد كده هننشط الثلاث علامات اللي من تحت دول، هننشطهم ونكتب الكود. وبعد ما نكتب الكود اللي هو موجود ده هنعيده، طبعا الكود ده هيختلف من واحد لواحد. هنضغط على register account اللي هي اخر واحده، register account. register account اللي يعمل الحاجه ديت بعد ما يخلص يضغط على الشات رقم، يكتب على الشات رقم 3. ما شاء الله الاستاذ جهاد اهو اسرع واحد، ما شاء الله الاستاذ جهاد، تحيه للاستاذ جهاد والاستاذ عبير، ما شاء الله عليكم. الاستاذ عزه ما شاء الله، على ما البقيه تدخل يا جماعه لو في اي حد عنده استفسار ممكن ايه يعمل مداخله ويستفسر. الاستاذ سماح ما شاء الله، الأستاذة ذكرى. لو في أي حد عنده أي سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور حنان عبيرة وصلت مع حضرتك. يا أهلا وسهلا، ازيك يا أستاذة عبيرة؟ اتفضل. معلش يا دكتور، هو طبعا لو حد شغال من على الموبايل بس مش هينفع يعني يبقى متابع مع حضرتك وعامل الشاشة دي، صح ولا ينفع؟ والله هو عادي، انا ممكن بشغل حاجتين بالموبايل. في حسب امكانيات، هو حسب امكانيات الموبايل، هو حسب الامكانيات بتاعت الموبايل. يعني انا عشان متابع مع حضرتك يعني سامع المحاضرة من الموبايل وفتح اللاب قدامي وبطبق عليه. ايوه تمام كده، وده الافضل، التطبيق بيكون من جهاز تاني بس ممكن من نفس الجهاز عادي، بس حسب برضو ايه امكانيات الجهاز وكده. طب شكرا يا دكتور، بارك الله في حضرتك، الله يكرمك. طيب في اي استفسار يا جماعه في الخطوات اللي احنا عملناها؟ يبقى احنا دخلنا على learningapp.org، بعد كده خلينا الواجهه بدل ما هي كانت باللغه الالمانيه خليناها باللغه العربيه، بعد كده عملنا تسجيل دخول وملينا البيانات. طب معلش لمست لو سمحت. اتفضل. انا اسفه لان انا دخلت متاخر. ممكن بس هو ايه التطبيق اللي حضرتك بتفتحه معانا دلوقتي عشان اقدر اكمل؟ ده تطبيق يا فندم لتصميم الأنشطة التفاعلية زي الأنشطة اللي أنا عرضتها في بداية الدورة. تمام، التطبيق ده تطبيق مجاني اسمه learningapp.org. learningapp.org موجود الرابط بتاعه على الشات عندكم يا فندم. التطبيق ده بينزل على الكمبيوتر وعلى التاب؟ لا لا، ده ما بينزلش كابليكيشن كده لا على الموبايل ولا حاجه، ده رابط موقع عادي، موقع على النت بنشترك فيه. موقع على الانترنت، ما ملهوش لا تطبيق على الموبايل ولا برنامج على اللابتوب وكده، فده رابط. وده على فكره دي ميزه على اساس ان ما يجبرش الطلاب اللي احنا نبعت لهم النشاط التفاعلي ان ينزل تطبيق ولا اي حاجه، وممكن يكون ما عندوش مساحه مثلا وكده، فده مريح بالنسبه لنا في النقطة ديت. فهو عبارة عن موقع إلكتروني بيقدم الخدمات المجانية دي. طب معلش عشان بس أبقى أكمل مع حضرتك، يعني أنا ضغطت على الرابط ده اتلاقيته يعني فتح لي، ده بقى أدور على تسجيل دخول فيه وأحاول أسجل فيه دلوقتي مش كده؟
اقول تاني يا فندم من الاب، حضرتك هتضغط على الرابط ده learning app تمام. أيوه. وده الكي يو ار، يعني لو ممكن حد معانا مثلا معاه موبايل ذكي ولا حاجه، في اصدارات جديده وتحديثات جديده، ممكن يفتح الكاميرا بس ويحط الكاميرا على الكي يو ار ده يحوله على طول على البرنامج. ايوه تمام. أيوة. عايز يكتبه او دي الصيغه بتاعته تمام. ممكن الناس اللي ما بتشتغلش معانا عملي ممكن يصور الشاشه بحيث يعرف التطبيق السبيلنج بتاعه ايه هو، بحيث لما يدخل بعدين ان شاء الله بعد الدوره. الرابط طيب على الشاشه حالا دلوقتي يا فندم، الرابط على الشاشه دلوقتي نزلته تاني. طيب تمام، شكرا يا استاذ علي. دي يا فندم الواجهه بتاعه البرنامج. الواجهه ديت احيانا ما بتكونش باللغه الانجليزيه ظاهره، فبالتالي انا عشان احول اللغه هضغط على السهم اللي عند الاعلام ده واختار اللغه الانجليزيه منها. لو انا عايز اعمل تسجيل دخول هضغط على لوج ان، ده عشان اعمل تسجيل دخول سواء كان اول مره او كان قبل كده، هضغط على لوج ان هتظهر لي الشاشه ديت. انا طبعا عشان اعمل تسجيل دخول هضغط على ريجستر نيو اكاونت اللي عند المربع المستطيل الاحمر ده، ده عشان اسجل اول مره. معايا يا فندم كده؟ لا كده الامور بقت واضحه جدا، انا متشكره جدا، الف شكر. وبعد كده بعد كده اول ما اضغط التسجيل اول مره، الخطوه اللي بعد كده تظهر لي الشاشه اللي فيها البيانات اللي بكتب الاسم وبكتب الايميل وبكتب الباسورد وبكتب وبعيد كتابه الباسورد وبنشط الايقونات اللي من تحت دي كلها وادخل الكود الموجود عندي، وبعد كده اضغط على ريجستر اكاونت. دي الخطوات بتاعه التسجيل. هيجي لي رساله على الايميل اللي انا مسجل عليه لتفعيل الحساب. طب معلش معلش، اخر سؤال، هو الكود ده هيجيبه منين؟ الكود هجيبه منين؟ لا الكود هيظهر لك بعد ما تضغطي على طول انت ريجستر الاكونت الصفحه دي كلها. الكود ده عشان بس يضمن عشان يضمن اللي هو ايه، ان مش روبوت اللي بيشتغل او مش عيل صغير بيعمل الحاجات دي وكده. ايوه هيجي لي على الايميل. زي الكود اللي بيظهر في تسجيل اي حاجه عادي، اي حساب عادي. ماشي تمام كده. تمام يا دكتور محمد، شكرا دكتور محمد. بذكر الدكتور علي من فضلك لو سمحت، مصطفى احمد مسجل الشاتنج، عاوز اعمل الشاتنج مع الدكتور لكن للاسف مش نشط نشط. قول لي تيم ممبرز كان شات اسك ذا تيم اونر تو ميك يو ا ممبر. معايا دكتور علي يا فندم؟ حضرتك انا دخلت على الاستماره، اسم حضرتك مش موجود في الاستماره. مصطفى احمد عبد العزيز، حضرتك موجه اول بمديريه التربيه والتعليم بالشرقيه يا فندم. حضرتك احنا بندخل بالايميل يا فندم، الايميل بتاع حضرتك مش موجود عندي على الاستماره. اطلاع حضرتك القاسمي at gmail يا فندم. حاضر يا فندم، حضرتك شايف اسمي يا فندم، حضرتك شايف اسمي، ممكن تكتب لي على الشات بيني وبينك ولا الشات مش منشط خالص، لا برايفت ولا بابليك. طب عموما انا هتابع مع الدكتور لما داخل اعمل مكالمه صوتيه. شكرا لجنابك يا مسؤول. شكرا، انا هدخل مره ثانيه يا فندم وهشوف. شكرا لحضرتك، اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور، اتفضل. ماشي يا فندم، ماشي. طيب خلاص يا جماعه، الخطوه ديت لو الامر نور سهله كده مفيش اي مشكله، ابعتوا لي على الشات رقم 4. لو في حد لسه داخل او عنده اي استفسار يسال عشان يتابع بعد كده معنا. تمام. كان الاستاذ اماني رفع اليد، عندك اي سؤال يا استاذ اماني الشهاوي؟ كنت بس عايز اسال على التسجيل، لانه كان ما كنتش نشطت الايقونات اللي هي اللي فيها مربعات، فحضرتك وانت بتعيد تاني نشطتها. شكرا، جزاك الله خيرا. شكرا. والاستاذه الاستاذه نجلاء برضو عندها سؤال. استاذه نجلاء الاديب. ايوه يا دكتور، انا سجلت على الايميل بس مش ظاهر عندي الغرف اللي هي الدردشه، ما جاليش رساله على الميل. حضرتك سجلتي تقصد على البرنامج اللي احنا بنتكلم عنه؟ سجلتي البيانات دي كلها خلاص؟ تمام، وخلاص السجل عندي اكونت خلاص ظاهر عندي على شاشه اللاب، بس ما جاليش رساله على الميل علشان اعمل لها اكتيفيت، ما جاليش رساله عشان اعمل لها تنشيط. يعني ظهر اسمك هنا من فوق؟ ظهر من فوق ان في ان لي اكونت. طيب خلاص كده تمام. طيب اجيب بقى منين المكان اللي هو بتاع غرف الدردشه؟ لا مفيش غرف دردشه. لا مفيش هنا في غرف دردشه خالص، هو بس كده. حضرتك خلاص، حضرتك هتوصل لحد هنا خلاص، هقول انا الخطوه اللي بعد كده ايه هي. تمام شكرا. نعم. طيب الاستاذه سمر ابو عمر، اتفضلي. ايوه دكتور،
بقول لحضرتك انا نشطت ايقونه واحده ودخلت على الصفحه واسمي مكتوب فوق، بس نشطت ايقونه واحده بس. الاسم مكتوب فوق في الانترفيس بتاع التايب. خلاص كده تمام تمام شكرا دكتور. ماشي استاذنك دكتور بعد اذن جنابك. اتفضل. مش يعني في طريقتين، يا هو يبعت على الايميل وتعمل اكتيفيت من الايميل، يا اما هو بيحط الرمز وانت بتنشط الرمز على وانت على البيج نفسها فبتظهر اسم اليوزر فوق، يبقى خلاص كده مش محتاج ان هو يروح الايميل يعني. لا لا، هو زي ما تقول حضرتك في حالتين في الموضوع ده. الناس اللي بتستخدم ايميلها باستمرار غالبا ممكن ما يجيلهاش رسائل خالص. تمام تمام. لكن لو في مثلا واحد فين وفين على ما يستخدم ايميله، فممكن يكون حد مثلا اخذ موبايله مثلا ولا سرق حاجه واستخدم الايميل ده فبيبعت له ايه زي رساله. فهو عامه ما دام ظهر الاسم من فوق خلاص كده مش لازم رساله تفعيل. بالضبط زعتك. بالضبط هو اللي حصل معايا. اتفضل. ايوه تمام. طيب خلاص يا جماعه ندخل على الخطوه اللي بعد كده. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك. ظهر لي على وانا بسجل رساله بعتها صوره لحضرتك، ممكن رد؟ بعتها على الشات. على الشات الاستاذ حسام. ايوه طيب هنشوفها يا استاذ حسام. يا استاذ حسام، شايف حضرتك الكود الموجود ده اللي هو HKBZW؟ حضرتك لما جيت دخلته لازم تكتبه زي ما هو مكتوب كده، يعني YHKBZW وتراعي الكابيتال كابيتال والسمول سمول. لو حضرتك كتبت حرف غير المكتوب هنا او كتبته غير شكله كابيتال وانت عملت سمول بيقول لك ان الاسم ده اللي انت دخلته انكوركت، بيكون خطا، فبالتالي لازم تدخل الكود صح. الحاجه الثانيه هنا بيقول لك هو يوزر نيم، بيقول لك انت اسمك اللي دخلته بيتكون من 5 حروف. Your username has to be at least 5 characters. يعني حاول تدخل ايه، دخل اسم اكبر يعني اكتر من 5 حروف. ماشي شكرا دكتور. شكرا. ماشي حاول تاني يا استاذ حسام وانا معاك اهو. دخل اسم بيكون فيها حتى الاسم، اسم الشخص واسم العائلة مثلا. ماشي يا فندم شكرا. تمام. طيب نتكمل يا جماعة. خلاص هنكمل بقى دلوقتي ان انا لو حبيت اعمل نشاط، لو حبيت اعمل نشاط، حد ما شافش نشاط الخريطة ولا كله شافه نشاط الخريطة؟ تمام يا دكتور. طيب. اتفضل. ماشي، لو احنا عايزين نعمل نشاط الخريطة ده نعمله ازاي؟ هضغط على create app. create app هضغط عليها عشان اعمل اي نشاط تفاعلي، وبعد ما هضغط على create app هتظهر لي في الحاله ديت، هتظهر لي ايه الواجهه اللي امامكم دي. يبقى انا دلوقتي عايز اعمل النشاط بتاع الخريطه، هضغط على كرييت اب. بعد ما هضغط على كرييت اب هيظهر لي الواجهه دي. دي كلها انشطه وقوالب ممكن اعمل منها النشاط اللي احنا عايزينه. فانا عايز اعمل نشاط الخريطه، هضغط على ماتشنج بير. لو ممكن انا وبشتغل الحين، لو في حد معاه لابتوب او جهاز تاني عايز يطبق ممكن يطبق ويطبق في الماده بتاعته. يعني مثلا انا دلوقتي هضغط مثلا على ماتشنج بير ديت، هضغط عليها هتظهر لي الواجهه ديت. خلي بالكم زي ما هعمل في النشاط ده هتعمله في كل الانشطه. هنعلمكم على طريقه واحده، هعلمكم على طريقه واحده. بعد ما هضغط تاني هو من الاول، يبقى انا في الاول هعمل ايه يا جماعه؟ هضغط على create app، انشاء برنامج او انشاء تطبيق. طيب التطبيق اللي انا عايز انشئه عباره عن ايه؟ اختار اي واحده من ديت، بس طبعا انا اكون عارفهم دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه، فبمرور الوقت هتعرفوا حضراتكم ده كله بتاع ايه. فانا عايز اعمل النشاط اللي هو بتاع الخريطه، فعشان اعمل النشاط بتاع الخريطه هضغط على الايقونه ديت اللي هي matching pair on image. بعد ما هضغط عليها اي واحده من دول تضغطوا عليها هيظهر لكم الشكل بيكون بتاعها ازاي، الشكل بتاعها بيكون ازاي. يعني شايفين هنا مثلا هتلاحظ ان هنا في دبابيس وعندي صوره وكلمات، فده الشكل بتاعها. فلذلك انتوا اول ما تضغطوا على اي تطبيق من اللي عندنا بيظهر لكم محاكاه التطبيق ده بيكون شكله ازاي. طيب انا دلوقتي لو عايز اعمل حاجه من تصميم فهعمل ايه؟ هضغط على create new app. create new app يعني عايز انشئ حاجه جديده. create new app. اول ما هضغط عليها كده
بيقول لي هنا اب تايتل، عنوان الاب ده وعنوان البرنامج ده اسمه ايه. فهكتب مثلا لو حابين اعمل نفس الخريطه ماشي، لو حابين اعمل حاجه ثانيه اغيرها لكم. فاحاول انوع في الامثله بتاعتي. فمثلا لو انا اخترت مثلا جسم الانسان، انا هغير لكم الخريطه اللي احنا شفناها، جسم الانسان مثلا. وبعد كده هاجي هنا اهو سيلكت ايمج، يعني اختيار الصوره. فانا عشان اختار الصوره قدامي دلوقتي حاجتين، يا اما ابحث عنها في النت يا اما احملها من جهازي. فانا دلوقتي هختار ان انا احملها من الجهاز بتاعي، هضغط على دي. هيظهر لي مجموعه من الصور، هختار مثلا منهم اللي هو جسم الانسان مثلا، اخترت دي. وبعد كده اختار اوبن، بيحمل هنا الصوره. هتلاحظوا اني بعد ما بعمل الكلام ده هتلاحظوا ان الصوره بدات ايه تتحمل هو عندي، جات اتغيرت شكل الدايره هنا ظهرت فيها الصوره. طيب انا ايه اللي هعمله حاليا؟ ان انا دلوقتي هيكون عندي مجموعه من الدبابيس. طيب الدبوس ده مثلا بيعبر عن ايه؟ يبقى انا في الحاله ديت هضيف حاجه حاجه اهو. يبقى هنا اختار ديت، هضغط على بليس ميركر، يعني المكان اللي بيكون فيه الدبوس فين، وادي الصوره اللي انا حطيتها، دي الصوره اللي انا وضعتها هنا اهو. ومثلا هختار على اي دبوس اي لون منهم، هختار مثلا اللون الاحمر. وبعد ما اختاره هتلاحظ ان الماوس بيجي علامته زي علامه الزائد، اشوف احطها في اي مكان من دول، في اي مكان. مثلا وضعتها هنا، شايفين الدبوس هنا اصبح لونه احمر. هضغط مثلا على سيف، يبقى انا كده حفظت مكان الدبوس الاحمر، وهكتب اسمه اللي هو هنا مثلا القلب. بس كده عايز اعمل حاجه تانية، يبقى اضغط على اد انذر اليمنت، نفس الكلام هو هو، بيقول لي بليس ماركر ايه مكان الدبوس، ممكن اختار نفس اللون او غيره، يعني هي هي. اخترت مثلا الدبوس الاخضر ووضعته مثلا عند هنا اهو، وبعد كده اضغط على سيف واكتب اللي اسم المكان اللي انا حددته ده ايه هو، مثلا الرئه. تمام، هضغط مثلا على الدبوس الثالث. انا مثال يا جماعه، يعني ممكن كل واحد يكيف الموضوع ده فين، في اي في التخصص بتاعه. هضغط مثلا على الدبوس اللي هو الازرق، وضعه مثلا هنا، وبعد كده اضغط على سيف، وبعد كده اكتب المكان اللي انا ايه وضعت عنده الدبوس ده عند هنا اهو تكست، واكتب مثلا البنكرياس وهكذا. يعني ممكن احط عدد زي ما انا عايز، مفيش مشكله. بعد ما بخلص خالص يبقى اختصر تاني الكلام اللي انا قلته. يبقى انا اول ما هضغط على التطبيق، وبعد ما هضغط عليه هكتب من فوق العنوان، الكلام ده في الكل، هكتب من فوق العنوان. وبعد ما هكتب العنوان بيقول لي اختار الصورة اللي انت عايزها، اخترت الصورة. طب الصورة اللي انا اخترتها ممكن اتحكم في السايز بتاعها، يعني مثلا لو انا بصيت كده اخترت السايز بتاعها الاقيها مثلا صغيرة كبيرة، فانا عشان اخلي الصورة تاخد حيز كبير بغير السايز بتاعها. في اي سؤال يا جماعه في الناس الحضور؟ لو في حد عنده سؤال يتفضل. لا تمام يا دكتور، وانا عملت تمرين على الكروس كورس على الشات، ولو في اي حد عنده سؤال يتفضل. تمام تمام. ايوه اتفضل اتفضل، كله تمام؟ طيب تمام. هنا بيعمل ايه؟ بيعمل على اساس نغير اللي هو السايز بتاع ايه؟ بتاع الصوره. بس هو بيستدعيها حاليا، وعلى فكره ممكن استدعي الصوره من الجهاز بتاعي او ممكن استدعيها من الانترنت عادي.
في سؤال لأستاذ أمان الشهاوي، يا ريت يا أستاذ دكتور. بس هو مضاف النت بس على أساس إن إيه بيحمل الصورة، ممكن من خلال الصورة بعد ما تحمل أتحكم في الأبعاد بتاعتها. اتفضل يا أستاذ علا. أستاذ أمان الشهاوي كانت بتسأل عن المسائل الرياضية، هل ممكن يكتب فيها؟ ممكن تعمل السؤال ده، السؤال ده ممكن يتعامل فيه كمسائل رياضية، يتكتب مثلا مسألة وبدل يساوي يتحط الدبوس، بدل يساوي يتحط الدبوس، تكتب المسألة الرياضية بس وتتعامل في صورة صورة، وبعد كده بدل المسألة الرياضية يتحط الدبوس. ده كمان في حاجة تانية، فيه ميزة، ممكن كمان في الرياضيات أعمل له مثلا مثلث أو شكل هندسي وأحط بدل الزوايا أحط الدبوس، بقول له مثلا عين قيمة كل زاوية من دول، فبالتالي طبعا الطالب هيحل الزوايا يحسبها في أي ورقة من عنده، وبعد كده يختار الإجابة الصحيحة من الاختيارات اللي تظهر مكان الدبوس. لذلك التطبيق ده ينفع حتى في الرياضيات، ينفع في العلوم زي ما شفنا، ينفع في الاجتماعيات زي ما احنا شفنا الدراسات الاجتماعية زي ما شفنا الخريطة، ينفع في اللغة العربية كمان. إزاي ينفع في اللغة العربية؟ إني ممكن أعطي للطالب مثلا قطعة نحو، مثلا قطعة 4-5 سطور أو زي ما تكون، وأعملها له في صورة صورة فوتو، وأحطها له بدل اللي هو جسم الإنسان أحط له القطعة ديت، وأحط على الكلمات اللي أنا عايز الطالب يعربها بحط مكانها دبابيس. تمام؟ فبالتالي الطالب طبعا هيضغط على الدبوس وهيظهر له اختيارات مين فيهم الكلمة أو العبارة الصحيحة أو الإعراب الصحيح من دول. تمام يا فندم؟ تمام يا أستاذ أماني. أستاذ أماني لو معانا هي الموجه الرياضيات، فيا ريت هي اللي ممكن أضيف حاجة. أيوه أستاذ علا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا فندم، هو يعني انا هنا بتعامل مع صور مش اكتر، يعني انا بشتغل بكتب واحفظه كصوره واجيبه بعد كده استدعيه كصوره، سواء كان رسم او كتابه او عمليه حسابيه ايا كان. تمام؟ تمام. وهنا بس اضيف له الدبوس مش اكتر من كده، يعني الكتابه نفسها هتبقى في الخارج. ايوه صح كده يا فندم. تمام، شكرا لحضرتك. هيبان اكتر لما كمان نشوف المخرج بتاعنا تاني، انا هعلق على التخصصات كلها بعد ما اخلص هنا. استاذ جنابك يا دكتور سعادتك، ما خلصنا الماركر وخلصنا الدربيس وكده، عاوز اصدرها بقى يا دكتور، عاوز اصدرها. طب بس بعد اذنك يا دكتور، عندنا بس مداخله من استاذ اسامه. اتفضل يا استاذ اسامه. السلام عليكم. حضرتك بالنسبه للاستاذه امان الشهاوي بالنسبه للرياضيات، في عندنا في الدخول قبل ما اعمل اللي هو كرييت نيو ابلكيشن، في عندنا كلمه براوز لما تدخلي عليها استاذه هتلاقي في عندك ماده الرياضيات، موجود عندك نماذج جاهزه، في عندك الجبرا، كالكس، ديسيمالز، فراكشنز، فانكشنز، جيومتري، يعني انت عايزه ايه اللي انت عايزاه بتخشي عليه، مثلا لو عايزه معادله معينه تكتبيها او حاجه تاخدي العنوان، وبعد كده هيديك نماذج هو مفترضه، اذا عجبك النموذج بتعملي على النموذج، ما عجبكيش النموذج بتعملي انت ايه كرييت نيو. فالدكتور دخلنا دلوقتي على مين؟ على كرييت نيو ابس. فالمفروض ان انت قبل ما تدخلي على انا ما بفضلهاش يا استاذ، الكرييت اللي هي كرييت ده اللي هو الابلكيشنز، انت الاب انت هتعمليه جديد، قالب جديد انت هتعمليه. تمام. أيوة. لما يكون ده ماده الرياضيات مثلا في لها قوالب جاهزه ممكن تستعمليها على حاجات جاهزه يعني. تمام. ازاي فانت قبل ما تدخلي، انا فتحت فعلا براوز ابس، بس فين بقى الحاجات؟ اختاري ماده بقى، اختاري، لا الماده مكتوبه، المواد مكتوبه فوق، انت لو عملت اللغه الانجليزيه هتلاقي مكتوب باللغه الانجليزيه كلمه ماثماتكس، تفتحي من كلمه ماثماتكس، انا فاتح عليها دلوقتي حاليا اهو، فاتح عليها لما اتكلمت حضرتك، ايوه هتلاقي مكتوب كلمه الجبرا، اللغه اللي هي الجبر يعني، كالكس، ديسيمالز، وهكذا، راشنال نمبرز، كيوب، ريشيو، فوليوم، الحاجات اللي انت عايزها كلها تختاري. بعد اذن حضراتكم ممكن نسمع تعقيب من الدكتور محمد على المداخله بتاعتك. انا اسف ان انا تدخلت. لا
لا اتفضل يعني اتفضل احنا مش عايزين نطلع تعقيب من الدكتور محمد لان كان عنده راي في النظام الاولاني. شوف يا استاذ اسامه حضرتك الحاجات اللي هي موجوده على الموقع اللي هي جاهزه ديت انا مش بفضلها لسبب انها بتكون كلها باللغه الانجليزيه، وبالتالي احنا الطالب ما بيدرسش مثلا ماثيماتكس ما بيدرسهاش باللغه الانجليزيه اللي احنا نبعتها له، وفي نفس الوقت مصمم على مناهج دول ثانيه، لذلك ما فيش احسن ان المعلم يجهز الفكره اللي هو عايز يعملها للطالب ويصممها بنفسه. يعني انا حاليا يعني انا كلام حضرتك مظبوط، انا كنت لسه اسالك فعلا هو كله بالانجليزي ما فيش فيه عربي؟ لا هو كله بالانجليزي للاسف ما فيش فيه حاجه عربي خالص، بس ايه بجهودكم انتوا بقى ان شاء الله تتملي الملفات بتاعتنا اول ما نعملها بابليك كلها طبعا هتتحط في الملفات الجاهزه والقالب الجاهز يستفيد بها معلمين العرب في الدول العربيه كلهم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. الله يكرم حضرتك. لذلك المثال اللي انا قلته لحضراتكم ده هتلاقوه ممكن يستفيد منه جميع التخصصات، يعني انا مستخدم علوم حاليا. ممكن في الرياضيات تعمل شكل هندسي وتحط الدبابيس عند الزوايا وتخلي الطالب يحسب الدبابيس ديت قيمتها بكام، الزوايا دي قيمتها بكام. ممكن استفيد منه في اللغه العربيه قطعه نحو مثلا واحط له الدبابيس عند الكلمات واخليه الطالب يعرف كل كلمه. ممكن استفيد منها كمان في اللغه العربيه برضو في القراءه، ادي له قطع من القراءه واخلي الطالب مثلا يكتب معنى الكلمه دي ايه، مضاد ليها ايه، وهكذا. دكتور محمد بالنسبه لديت انا محمد حاليا اتفضل. شكرا جنابك يا محمد بيه. استاذ جنابك دلوقتي احنا في عمليه انسيرتنج داتا الدبابيس والمكان بتاعها والتكست بتاعها الماركر. طب انا بسال جنابك بقى الفيدباك بتاع الطالب اللي هياخده هل هيغذيه برضك اذا كان رايت الرونج؟ ايوه ده هقوله انا الحين دلوقتي. حاضر هقوله. بس انا دلوقتي ايه مثلا وضعت صوره والصوره دي كان الحجم بتاعها صغير مثلا، ممكن اغير الحجم من خلال كلمه ريسايز اللي احنا شايفينها ديت ريسايز، يبقى انا جنب سيلكت ايمج موجود عندي ايه سايز، هضغط على ريسايز دي عشان اغير الابعاد بتاعتها، لكن انا شايف ان ابعادها كده ايه مناسبه. طيب بعد ما انا عملت الكلام ده كله عايز الفيدباك بتاع الطالب. هنلاحظ هنا كلمه فيدباك اهو التغذيه الراجعه، هو عامل لي تغذيه راجعه افتراضيه، فانا هظللها وهكتب مثلا مكانها كلمه ممتاز مثلا او اشكرك او اي حاجه انا اكتبها تنفع معاه. بعد ما بخلص الكلام ده كله يبقى انا حاليا عملت ايه في الاول؟ وضعت التايتل العنوان اهو، وضعت العنوان اهو من فوق، وبعد ما وضعت العنوان الخطوه اللي بعد كده حددت الصوره اللي انا بحط عليها الدبابيس، سواء كانت الصوره ديت لماده العلوم او اللغه العربيه او الانجليش او اي ماده. بعد كده الخطوه اللي بعد كده بحدد الدبوس اللون بتاعه، وممكن اكرر اللون مفيش مشكله، وتحتيه الاسم. ادي هي مكان الدبوس، حددت مكانه على الصوره وهنا الاسم، حددت مكانه على الصوره وهنا الاسم، ومن تحت خالص بضغط على التغذيه الراجعه، اكتب كلمه التغذيه الراجعه اللي هي الفيدباك، وفي الاخر خالص هضغط على فينيش ايديتنج، هضغط عليها. اول ما بضغط عليها هيظهر لي الرسمه الصوره بتاعتي اهي، وادي عليها الثلاث دبابيس اللي انا عملتهم. طب ايه شكلها هتكون عند الطالب؟ فعايز اختبر شكلها هتكون ازاي. فالطالب اللي هيحصل ان هيضغط على بالماوس هو على الدبوس ده، اول ما يضغط عليه هيظهر له الثلاث كلمات اللي هم الثلاث اجابات اللي انا حطيتهم. فمثلا لو الطالب اجاب هي احنا قلنا ديت اللي هي الرئه تقريبا، اول ما هضغط عليها كده ظهر له هنا الرئه. طيب هيضغط على الدبوس الاحمر، الدبوس الاحمر ده اللي هو القلب. طب افرض الطالب عكسه وعمله البنكرياس، وهنا ده اللي هو البنكرياس، الطالب مثلا قال عليه ان هو القلب. شوفوا الإجابة هتكون الأول ما الطالب هيحل بالشكل ده، يبقى هو الطالب كتب هنا الرئة، كتب هنا البنكرياس، طالب هنا القلب، عايز يشوف إيه بقى إجابته صح ولا لا، هيضغط على العلامة اللي من تحت ديت، ظهر له دي بالأخضر يبقى دي إجابة صحيحة، دي ظهرت له بلون أحمر يبقى دي إجابة خاطئة، يبقى في الحالة ديت لازم يعيد حساباته تاني ويراجعها تاني، هيضغط على دي يبقى دي كده اللي هي القلب، هيضغط على ديت عشان يصحح الإجابات بتاعته. وفي الاخر خالص هيضغط على هنا يكونوا كلهم في الاخر باللون الاخضر، وظهر له التغذيه الراجعه بتاعتي اللي هي كلمه ممتاز. ده كده اول نشاط اتعلمنا اللي هو صوره واحط عليها مجموعه من الدبابيس. اول ما بضغط على الدبوس بيظهر كل الاجابات الدبابيس دي كلها، الطالب يختار منها. يعني انا لو عامل الشكل الهندسي مثلا في الرياضيات هيظهر له مثلا اول ما يضغط على الدبوس هيظهر له قيم الارقام الحسابيه او النتائج بتاعت الدبابيس دي كلها، هو الطالب يختار منها. تمام يا حضرات كده؟ لو النشاط ده اتفهم اضغطوا على الشات او اكتبوا لي على الشات رقم 5.
لو في حد عندي سؤال اتفضل يسأل. استاذ جنابك دكتور، بالنسبه للتايم بتاع التاسك، هل التايم، هل التاسك مرتبط بتايم معين؟ وهل لا. خالص وعد المحاولات يا دكتور، وعد المحاولات برضه مفتوح للطالب، يعني هو تعليم للطالب. يعني تعليمي وليس تقييم. أيوة تعليم. لا لا تعليم. طيب في حاجه تانية برضه اقول لحضراتكم عليها قبل ما نفتح باب الاسئله، ان انا دلوقتي خلصت النشاط خالص عايز ابعته للطالب، هعمل ايه بعد ما خلصته؟ هضغط على سيف اب، سيف اب الحفظ، وبعد ما اضغط على الحفظ هيطلع لي من تحت خالص كده هنا اهو، ادي النشاط لو انا عايز اعمل له معاينه اتاكد، اعمل له معاينه زي ما احنا عملنا، ومن تحت خالص هنا ظاهر لي ثلاث روابط. الرابط الاولاني اللي هو بيظهر لي النشاط بس في صفحه صغيره، انتوا احسن رابط من دول اللي هو الرابط اللي في النص ده اللي هو عند فول سكرين لينك، يعني الرابط هياخد الولد او الطالب هياخد الرابط ده، شوفوا حضراتكم انا هضغط على الرابط هاخده كوبي وابعته لكم على الشات. اول ما انا هبعته لكم على الشات الرابط اللي هيوصل للطالب، الرابط اللي ما هيوصل للطالب، الطالب مجرد ما يضغط على الرابط هيظهر له الصفحه ديت او الصوره ديت وفيها الدبابيس زي ما احنا عملنا من شويه، بس الرابط الثاني في ميزه ان بيظهر له الصوره على الشاشه بالكامل، لكن لو احنا اخذنا الرابط الاولاني هيظهر له الصوره على شاشه صغيره، فاحنا مش عايزين زي شاشه صغيره، عايزين ايه الكبيره، او ممكن اخد الكيو ار ده وابعته للطلبه، بس ان اغلب الطلبه ما تعرفش تتعامل مع الكيو ار وما عندهاش الامكانيه او البرامج او التطبيقات في الموبايل ان يشغلوا الكيو ار، فخلينا احنا على اي حاجه مباشره، هتاخدوا الرابط اللي في النص ده اللي عندي فول سكرين لينك، وهنبعته للطالب على الواتساب، هنبعته على منصه المدرسه، هنبعته على اي وسيله تواصل بينه وبينه، مجرد الطالب ما ينقر على الرابط هيظهر له الاختبار او النشاط اللي احنا عملناه الحين اهو اللي هو ده امام حضراتكم، هيضغط على الدبوس ويختار الاجابه الصحيحه وهكذا. لو انا حسيت ان النشاط بتاعي ده فيه حاجه خطا وعايز اعدلها، يبقى في الحاله دي هضغط على ايديت، يعني متاح التعديل في اي وقت حتى انا بعد ما ابعت الرابط، هضغط على ايديت اب هيظهر لي الصفحه اللي احنا كنا كاتبين فيها العنوان وحاطين فيها كل حاجه، لو انا عايز اصلح اي حاجه باي حاجه اصلحها عادي، وبعد ما بخلص في الاخر اضغط على سيف اب. تمام؟ طيب اللي عنده اي سؤال اتفضل يا حضرات، يرفع ايده واتفضل. لو سمحت يا دكتور. اتفضل. انا بعد معلش في حته وقعت مني كده. بعد ما كتبت جسم الانسان وحطيت الصوره، حته الدبابيس دي والالوان دي مش عارفه اوصلها بصراحه. نقولها تاني يا فندم. عند التكست، عند التكست والايمج، يعني عند التكست مثلا اكتب البنكرياس والقلب والايمج احط الصوره ولا ايه؟ اقول تاني يا فندم حاضر. معلش يا دكتور انا اسف. اقول تاني. يبقى احنا اول حاجه من البدايه خالص اهو، دي كده الواجهه بتاعتي كانت في الاول، هضغط على كرييت اب تمام كده، وبعد ما اضغط على كرييت اب هيظهر لي تطبيقات كثيره خالص اللي انا عايزه وانشطه كثيره خالص تفاعليه، انا اخترت منهم اللي هو بتاع الدبابيس ده اللي هو ماتشنج بير اون ايميج، دي اللي انا اخترته. اول ما حضرتك اخترتيها هيظهر لك الصفحه اللي احنا عملنا فيها، كتبنا العنوان، وبعد ما كتبنا العنوان هيظهر لي الصوره هنا، بيقول هات الصوره اللي انت عايز تضعها للطالب، فهضغط على سيلكت واختار الصوره من اي مكان. لحد هنا في مشكله يا استاذه؟ بعد كده هنختار بقى الدبوس، هنضغط على الدبوس، اول ما هضغط على الدبوس هيظهر لي الشاشه دي، تختار الاحمر او الاخضر او الازرق او الاصفر، اي لون انت عايزه تمام. يبقى انا هختار، هضغط على اللي هي مارك اون اوميج اللي هي ايه، او مكان الدبوس في الصوره. طيب مثلا هعمل واحده جديده اهو، يبقى انا هضغط عليها اهو بليس ماركر مكان الدبوس. طب مكان الدبوس انا عايزه فين؟ اختار اي لون، مثلا اخترت الدبوس مثلا الاسود واختار مكانه مثلا عند في المكان ده، يبقى هنقر عليه مرتين، يبقى انا اضغط على دي وبعد كده اضغط هنا دبل كليك بالماوس، وبعد كده ما انساش طبعا اعمل حفظ، لو احنا عملنا كنسل مش هيتحفظ، لازم اعمل حفظ. وبعد ما هعمل حفظ هختار طبعا الاسم، اسم المكان ده ايه هو،
الدبوس الاسود ده اللي احنا اخترناه اسمه ايه احنا عايزينه، فبالتالي هضغط هنا اهو. على فكره ممكن احط له اسم، ممكن احط صوره مكانه، ممكن احط صوت، ممكن احط فيديو، مجرد ما الطالب ينقر يختار. بس الافضل لما بحط اختيارات اختارهم كلهم واحد، يعني احط كل كلام او كل صور او كل مقاطع صوتيه او كل فيديوهات، لان الاختيارات بتكون اجابات الاربعه او اجابات الخمس نقاط اللي انا باخدهم. فهختار مثلا ديت واكتب هنا الاجابه الصحيحه اللي هي المعده. بعد ما انا عملت الكلام ده في الاخر خالص هنا اتاكد ان انا كاتب تغذيه لي، وبعد الاخر خالص اكتب سيف اب حفظ. بعد ما اضغط على الحفظ هيظهر لي اهو، ظهر الدبوس اللي هو الجديد اهو. لو احنا ضغطنا عليه مثلا شوفوا ظهرت اختيار رابع، كان في الاول ثلاث اختيارات عشان ثلاث دبابيس، هنا بيجوا اربع اختيارات عشان اربع دبابيس. لو انا اخترت هي المعده، لو اخترت القلب اخترتها خطا، واخترت ديت مثلا المعده نجاوبها خطا، وديت نجاوبها صح، وديت هجاوبها مثلا صح. هتبقى التغذيه الراجعه عند الطالب هتكون شكلها ازاي؟ الاثنين الصح مكتوب باللون الاخضر، لكن غير كده بيكون باللون الاحمر. يبقى في الحاله دي الطالب يعيد حساباته ويراجع ديت، يعرف ان دي هي القلب، وبعد كده يراجع ديت، وفي الاخر خالص هيشوف هيلاقي كله صح وظهر له التغذيه الراجعه. تمام كده يا استاذه؟ طيب في حد عنده سؤال؟ تمام يا دكتور، شكرا. تمام. لو في حد عنده سؤال تاني قبل ما اديكم نشاط تاني. طيب لو عايزين ناخد لو في اسئله اتفضل اطرح. تمام الاستاذ اسامه، تمام الاستاذ سماح، تمام الاستاذ محمد، تمام. هيا يا جماعة، طب الباقي طيب ايه ظروفه؟ تمام؟ اتفضل دكتور، اتفضل اتفضل. طيب تمام كده عرفنا احنا نشاط من الأنشطة. طيب في نشاط تاني عايزين برضو نتعلمه من الأنشطة اللي هي الكويسة خالص اللي عندنا، بس أنا الأول عايز أوريكم شكل النشاط ده. النشاط ده ينفع نقول عليه نشاط تفاعلي، وينفع نقول عليه محتوى تفاعلي أو فيديو تفاعلي. النشاط ده عشان نشوفه أوريكم فكرة عنه كده في الأول، ده عبارة عن فيديو. الفيديو ده هضغط على الطالب هيوصل له الرابط زي ما احنا عرفنا، هيضغط على أوكي وهيشغل الفيديو. بعد ما يشغل الفيديو يلاقي الفيديو مرة واحدة كده يتوقف ويظهر له سؤال. هنا مثلا الفيديو ده عن تقنية النانو، الفيديو ده عن تقنية النانو. الطالب هيشغل الفيديو ده قدامه، ممكن الفيديو أجيبه برابط من على اليوتيوب، وبعد كده يظهر له في الدقيقة مثلا رقم 20، أو الدقيقة رقم مثلا، أو الثانية 20، أو الدقيقة 1، الدقيقة 2، زي ما يكون أنا ظبطه، هيظهر له سؤال. الطالب هيضغط على بداية السؤال، هيظهر له سؤال ويحله. وبعد ما بيخلص هيقول له اذهب الى الفيديو، او اذهب او كمل باقي الفيديو. هيسأله السؤال الثاني، وبعد كده السؤال الثالث، وهكذا لحد ما يخلص الفيديو. معايا يا جماعه؟ اتفضل يا دكتور، اتفضل. طيب تمام. فاحنا عايزين نتعلم اهو، شايفين هنا ظهر لي سؤال اهو. قال له ايه هنا في السؤال؟ العلم الذي يهتم بالاجسام المتناهيه في الصغر هو علم نقط. فالطالب هيكتب مثلا علم النانو. طيب هنا مثلا يرجع الخواص الفائقه لتقنيه النانو الى، وجايب له ايه حاجه تكملها، فيرجع لايه مثلا؟ فقال له مثلا زياده مساحه
السطح، وبعد كده الطالب هيختبر الإجابة بتاعته صح ولا خطأ. شايفين وادي التغذية الراجعة قال له في الآخر إيه؟ أوكي. وهنا أكفل التدريب. ده السؤال الثاني ظهر له. السؤال الأولاني ممكن هنا اهو، لان انا حاطط هنا بالفيديو ده سؤالين. طيب عامه اعرف ازاي انا عايز اشتغل التدريب ده، هشتغله ازاي؟ يلا كده نفس الخطوات، هو مفيش اي حاجه تختلف. فانا في الاول هضغط على كرييت اب، وبعد كده تظهر لي الحاجات اللي عندي دي كلها هنا، دي اللي انا بعمل منها وبنشئ منها. فانا عايز الفيديو، فالفيديو هنلاقيه هنا اهو، اوديو فيديو وذ نوتس، هنلاقيه هنا. هنضغط عليه هيظهر لي نفس المربع، هيظهر لي هنا دلوقتي في على الشاشه ديت ازاي انا النشاط بيكون شكله ايه في الاخر. لو انا عارفه خلاص هضغط على كرييت نيو اب، انشئ واحد جديد، كرييت نيو اب، بالنقرة عليها هتظهر لي استماره زي الاستماره اللي كان ظاهره من شويه، واحط فيها البيانات اللي انا عايزها. يبدو ان النت بيروح بيجي بيضعف شوية. في الأستاذة جهاد رفع إيدها، عندها أي سؤال؟ أستاذة جهاد؟ دكتور أحمد تمام كده؟ يا جماعة عندكم؟ تمام كده مع حضرتك؟ تمام يا فندم، اتفضل. ألو؟ دكتور احمد هضغط على الفيديو ها، وبعد ما هضغط على الفيديو هيظهر لي المربع والمستطيل اللي احنا شايفينه ده، وهضغط على كرييت نيو اب اللي هو انشاء تطبيق جديد. واضح ان الدكتور محمد خرج من قاع النت، فاحنا في انتظار دخوله مره ثانيه. النت دا. عنده ضعيف جدا يا استاذ احمد. احنا والنت كان عندي النهارده في الدخول برضو، كان قعدت مده طويله عشان ادخل، احنا في انتظار دخوله مره ثانيه. احنا ما شاء الله والله تطبيق رائع. مداخله حضرتك والاضافه المميزه بالنسبه ل اللي هو دخول اختيار الماده من القوالب ثابته. دكتور محمد وصل مره ثانيه، اتفضل يا دكتور محمد. اتفضل يا دكتور محمد احنا معاك. احنا في اي امكانيه بيبقى عندنا قوالب ثابته او كرييت الفوربيز، يعني الانشاء من البدايه، فاللي يفضل ده يفضل واللي يفضل ده يفضل. فهذه كانت اضافه مميزه من مدربنا الخلوق. شكرا يا استاذ اسامه. الله يكرمك يا استاذ. الله يخليك يا استاذ. دكتور محمد بيحاول يدخل مره ثانيه، معلش النت عنده فصل. واضح ان النت في المنطقه العربيه في المنطقه العربيه بيتحمل بعض. انا قعدت هنا يا استاذ علا. شكرا يا استاذ اسامه على اضافتك، جزاك الله خيرا، استفدت فيها كتير فعلا. هي تنفع فعلا الرياضيات بالانجليزيه، يعني الناس اللي بتدرس الناس اللي بتدرس الرياضيات باللغات هتبقى مفيده ليهم جدا جدا. شكرا لاضافه حضرتك يا فندم. الله يخليك ويبارك فيك. بس كنت عايز اقولها، بس اقولها ان طبعا. انت لما بتحددي الاول من البراوز الماده بيعطي لك قوالب ومواضيع مشتركه في كل العالم.
ايوه يعني مثلا لو احنا قلنا مثلا نظريه اقليلس او فيثاغورس مثلا في الرياضيات هي موجوده في كل العالم، انا اختار القالب اللي يناسبها وبعد كده، بس هي مساله ان الارقام، وعاوز اقول لحضرتك مثلا معلومه ان احنا هنا في مصر بنستعمل الارقام اللي بنستعملها دي اسمها الارقام الهنديه. ايوه تمام، وهي الدول العربيه وقفت استعملها من حوالي 10 سنين، لذلك هم بيستعملوا التان والكوزاين زي الآلة الحاسبة بتستعمل بالضبط، فما عندهمش مشكلة. المشكلة عندنا احنا هنا في مصر لازلنا بنستعمل الأرقام الهندية ونكتب كلمة مثلا جا وقا والحاجات اللي هي المصطلحات اللي هي باللغة العربية، انما انترناشنال المفروض ان احنا نستعمل ما هو موجود القوالب دي انترناشنال. فاعتقد ان في المستقبل ان احنا هنجبر نغير الارقام والقوالب دي تبقى زينا بالفعل، يعني احنا بالفعل اجبرنا حاليا دلوقتي لما بتعمل فورم وبتكتب اسم وبتكتب الارقام بالعربي المعروفه عندنا ما بيقبلهاش ويعتبرها حرف، ما يعتبرهاش فعلا صح، ما بيقبلش الا بالانجليزي فعلا. اهلا بحضرتك دكتور محمد، اتفضل دكتور محمد احنا سامعينك، اتفضل احنا سامعينك وشايفينك يا دكتور، اتفضل. السلام عليكم. استنى حضرتك، اتفضل يا دكتور محمد. عليكم السلام. الصوت وصل كده يا جماعة؟ الصوت واصل والرؤية رؤية واضحة. اتفضل حضرتك شير. اتفضل يا فندم. طيب هنتعلم دلوقتي ازاي نعمل الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي. طب حضرتك يعني هو الفيديو بياخد من النت، فلو يقبل بالبراكتس في الاول كده خطوات وبعدين الفيديو يبقى في الاخر لان هو بياخد من النت. ماشي يا فندم؟ ماشي يا فندم. شوف يا جماعه احنا دلوقتي اللي عملنا كرييت واخترت ايه المكان اللي بعمل منه الفيديو. اول حاجه نفس الكلام هو يعني اللي فهم اول واحده يقدر يعمل اي نشاط من الانشطه كلها. فانا اول حاجه هضغط على هكتب هنا في الاب تايتل اللي هو العنوان بتاع الفيديو، مثلا الفيديو بيتكلم عن تكنولوجيا النانو، يبقى هكتب مثلا هنا اهو تكنولوجيا النانو. بعد كده ممكن الديسكريبشن انا احط وصف اقول مثلا ركز اكثر، الفيديو يتكلم عن تكنولوجيا النانو، الهدف من الفيديو هو كذا كذا، دي حاجه اختياريه ممكن اكتبها ممكن ما اكتبهاش. مثلا اكتب له هنا اهو هغير ديت واقول له الهدف من الفيديو هو تنميه المعرفه عن النانو تكنولوجي. بعد كده اجي هنا المكان بقى اللي هختار منه الفيديو، فانا مثلا اقول سيلكت فيديو هختار الفيديو. طب الفيديو اللي انا هختاره منين؟ لازم اختاره من اليوتيوب، تمام؟ فهكتب هنا اليو ار ال بتاع الفيديو. بجيبه ازاي اليو ار ال؟ مجرد ما هضغط على الفيديو مثلا ادي عندي هنا اهو، هفتح مثلا ادي اليوتيوب اهو، اي فيديو انا عايزه هكتب في البحث مثلا النانو تكنولوجي مثلا اهو النانو تكنولوجي. مجرد ما هبحث عنه كل اللي هعمل هضغط كليك يمين، وبعد كده بعد ما اضغط كليك يمين هختار اللي هو نسخ اليو ار ال بتاع الفيديو ده، تمام؟ زي اي رابط فيديو عادي انا هاخده من اليوتيوب. طيب عشان النت ما يفصلش هحط الرابط هنا، فمثلا انا اخترت ايه؟ اخترت اللي هو الفيديو الموجود اللي هو في الاول. طيب وبعد كده هختار ان عند الثانية 20 عايزه يظهر لي سؤال، يبقى انا هكتب هنا عند هنا الزمن time to display، يعني السؤال ده هيظهر امتى؟ في الثانية رقم كام؟ يبقى اكتب انا في الثانية رقم 20. طب ايه السؤال اللي انا عايزه يظهر؟ انا قصدت ان ادربكم على الفيديو علشان لازم الاول قبل ما هعمل الفيديو اعمل الاسئله، لان هنا بيقول لي سيلكت اب، بيقول لي اختار الاسئله اللي انت عايزها، فلازم انا اكون عامل اسئله قبل كده، يعني انا اكون عامل اسئله اختياري او اسئله اكمل او اسئله عن الصوره مثلا، فبالتالي اخليها هتظهر لي. فمثلا هضغط على واحده من اول وجديد هعملها لكم، عايز مثلا في الثانية 120، وخلي بالكم بكتب الزمن بالثواني، يعني لو الفيديو كان 3 دقائق لو انت كتبت 3 يبقى يقصد بها الثانية 3 مش 3 دقائق. لو انا عايز السؤال يظهر في الدقيقة الثالثة يبقى اكتب له 180، يبقى انا دايما الزمن بحطه بالثواني. واضغط هنا على سيلكت اب، سيلكت اب دي اقصد بها ايه؟ اسئلة انا عاملها برضو على الموقع هنا
بس انا هحطها اجازه. يعني مثلا احنا لسه عاملين جسم الانسان مثلا، فضغط له على جسم الانسان، يبقى كده فيه ميزه للفيديو، ايه هو؟ ان انا ممكن ادي له فيديو تعليمي يشرح له الموضوع بالكامل، واحط له فيه مش سؤال واحد بس، احط له فيه مجموعه من الاسئله الخاصه بالفيديو ده. وضحت كده يا جماعه؟ يبقى اقول تاني، يبقى اول حاجه هكتب العنوان والوصف، ده حاجه اختياريه ممكن اكتبها وممكن ما اكتبهاش. وبعد كده بيظهر لي هنا الزمن اللي انا عايز اظهر فيه الاسئله، بكتب الزمن عند الثانيه 20، عند الزاويه الثانيه مثلا 110، عند الثانيه مثلا 120، يعني انا بحدد الزمن زي ما انا عايز. وبعد ما بحدد الزمن بحط هنا الاسئله. الاسئله مش بكتبها وبنشئها من اول وجديد، لا، انا اكون انشاتها. انشاتها ازاي؟ ان انت اول ما تضغط على ماي اب هيظهر لكم مجموعه من الاسئله، الاسئله دي كلها متاح لي ان انا احطها في الفيديو. دي اللي هو يقصد بيها الاسئله، يعني انا ممكن احط اي سؤال من دولت اللي انا مجهزه تبع التطبيقات الثانيه، اضمنهم اخليهم مضمونين مع الفيديو اللي انا بشرح فيه او اللي انا بجهزه. وفي الاخر خالص بعد ما بخلص خالص واحط الاسئله اللي انا حطيتها في الفيديو، ممكن احط له طبعا تغذيه راجعه في الاخر، وفي الاخر خالص بقول له ايه؟ سيف اب، حفظ. اول ما بقول له حفظ بيظهر لي طبعا ايه؟ بيظهر لي ممكن معاينه. شايفين هنا الديسكريبشن ظهر، والهدف من الفيديو هو تنميه المعرفه عن النانو تكنولوجي. وبدل ما كان سؤالين عندي بيجوا كام سؤال؟ هذا السؤال الثالث اللي احنا حطينا على الصوره. طيب هعمل ايه الطالب؟ هيعمل ايه الاتي الطالب؟ هيضغط على اوكي، وبعد كده هيشغل الفيديو. وبعد ما يشغل الفيديو هيظهر له عند الثانيه 20 هيظهر له السؤال الاولاني. هيظهر لوحده كده، مش هيكمل الفيديو، هيظهر لوحده. وبعد كده يضغط على ستارت، هيبدا السؤال الاولاني يظهر قدامه. انا مش راضي بس اشغل الفيديو علشان النت، تمام؟ ادي ظهر السؤال اهو، قال له بعد سماع الفيديو اجب عن الاسئله الاتيه. قال له عنوان الفيديو بيتكلم عن ايه الفيديو اصلا؟ ايه الموضوع اللي بيتكلم عنه الفيديو؟ فيختار طبعا تقنيه النانو تكنولوجي. طب افرض الطالب اختار اجابه خاطئه، قال لي بيتكلم عن كيمياء نوويه، طبعا دي اجابه خاطئه. فاللي يحصل اول ما يضغط على العلامه اللي احنا عارفينها دي اللي بيظهر فيها رد فعل الطالب كاجابته صحيحه ولا خاطئه، شايفين؟ قال له لا، اجابتك دي خطا، الاجابه الصح اللي هي بالمربع الاخضر ده، فبالتالي دي الاجابه اللي هي تعتبر صحيحه. شايفين العلامه اصبحت ايه؟ بقت زي سهم. يبقى كده هيعمل له، هيكمل، هيدخل على السؤال الثاني، بيقول له النانو بيساوي اي واحده من دول القيمه بتاعته، فدي الاجابه الصحيحه. هيشوف كده يبقى فعلا ظهر له ايه؟ بيقول له شكرا جزيلا. طيب ده كده اللي هم السؤالين. طيب بعد كده احنا قلنا في كام سؤال؟ هم في ثلاث اسئله. شوف كده السؤال الثالث. محمد راح قال لي مريم هو انت عايزه ام واختي يروحي يبصوا ايدها؟ امك بتقول عايزه يروحي يبصوا ايدها. السؤال الثالث المفروض يظهر اللي هو بتاع الصوره اللي احنا حطيناها، بس هو طبعا ملوش دعوه بالنانو تكنولوجي، بس انا اديتكم كمثال كده. يبقى لازم الفيديو قبل ما بعمله اكون مجهز الاسئله اللي انا هحطها في الفيديو. وبجهزها ازاي؟ بجهزها زي ما احنا عملنا كده، المثال بتاع الصوره. ممكن في اسئله نماذج تسمح لك انك تعمل اختار الاجابه الصحيحه، في نماذج ثانيه تسمح لك تعمل اسئله مفتوحه غير مقيده باختيارات معينه وهكذا. طيب هبعت لحضراتكم دلوقتي الرابط لو حب حد عايز يشوفه، لو في اي حد عايز يشوفه هبعت لحضراتكم الرابط. هختار اي رابط زي ما احنا عرفنا، لو عايز اعمل المشاركه هختار اللي هو الرابط بتاع فول سكرين لينك، هضغط عليه وبعد كده اكليك يمين كوبي، وبعد كده هبعته للطلاب اللي انا عايزهم يشوفوا الرابط ده. انا بعته لكم على الشات اهو يا جماعه. طيب في اي سؤال قبل ما ناخد نشاط اخير؟ بعد اذن حضراتكم بس نقفل المايكات، الناس اللي فاتحه المايكات يا ريت تقفلها، دي حاجه. في نقطه ثانيه يا دكتور لو سمحت، لو في فيديو عندي على الجهاز هل ممكن استعين بيه ولا لازم يكون على اليوتيوب؟ لا لازم على اليوتيوب، لو في عند حضرتك فيديو هو بياخد رابط من اليوتيوب، يبقى لازم ترفعيه على قناتك على اليوتيوب وبعد كده تاخد الرابط بتاعها. تمام.
لو سمحت يا دكتور. اتفضل. الأسئلة لو سمحت ممكن بس تحدد لنا ازاي أسئلة على الفيديو، ممكن نحطها ازاي من الأول؟ حاضر حاضر تمام. الأسئلة بتاعت الفيديو بتكون كالآتي. أدي عندي هنا أهو الواجهة بتاعت البرنامج. أنا كنت عامل أسئلة قبل كده، يعني مثلا أنا كنت عامل سؤال اسمه سباق الخيول، كنت عامل مثلا حاجة خاصة باللغة الإنجليزية، كنت مثلا عامل تصويت، كنت عامل مثلا جسم الإنسان، بس عايز ده كله احطه في فيديو. فانا بعمل ازاي ده كله احطه ازاي في فيديو؟ فانا دلوقتي عامل مثلا بشرح درس عن قصه كفاح شعب مصر مثلا اللغه العربيه، والدرس ده انا عامل عليه اربع اسئله، والاربع اسئله خاصين بالقصه دول. ممكن اجمع الاربع اسئله دولت ازاي؟ ان ادي للطالب حمل على اخد رابط قصه كفاح شعب مصر مثلا كاختصار ليها من على اليوتيوب، وبعد كده احط له الاربع اسئله دولت في التوقيتات اللي انا عايزهم. يبقى الاسئله دي انا جبتها ازاي؟ من اللي انا كنت مجهزها قبل كده، زي ما احنا جهزنا السؤال بتاع الصوره. اجهز سؤال ثاني وسؤال ثالث وسؤال رابع وسؤال خامس، مجموعه اسئله. لو انا عايز احطهم في فيديو بقى ممكن اعملهم زي ما احنا اتعلمنا من شويه. تمام كده يا فندم؟ يا دكتور اتفضل. معلش بعد كلامك. الاسئله على كفاح شعب مصر بكتبها في تكست ولا اوريدي ميد معموله قبل كده؟ يعني احنا في الاستاذ. لا انا بكون عاملها. انا بكون عاملها. عاملها فين يا دكتور؟ هو طيب ساعتك لما بتعد بتعد الفيديو بتختار الفيديو والرابط وبتحدد الوقت بالثانيه وخلافه، ومن ضمنها بتحدد الاسئله برضه في نفس البيج. طيب اقول لكم ازاي انا اعملها. اتفضل. حضراتكم شفتوا اللي هو بتاع جسم الانسان ده، شفتوه؟ الفيديو اللي احنا عملناه. تمام؟ انا دلوقتي عايز اعمل فيديو عن جسم الانسان. يبقى اول ما هعمله هعمله ازاي؟ ادي عندي هنا اهو، هكتب من هنا اهو جسم الانسان. انا بعمل فيديو تاني اهو من اول وجديد، جسم الانسان. وبعد كده الديسكريبشن ده عادي ممكن اسيبه. وادي عندي الفيديو هنا، هعمل ادراج للفيديو اليو ار ال بتاعه من على اليوتيوب زي ما انا عايز. وليكن مثلا اخذنا الفيديو ده، نفرض ان ده عن جسم الانسان فرضا، بدل ايه ما نضيع وقت ونجيب الفيديو. انا دلوقتي عايز احط السؤال على درس جسم الانسان. انا اكون عايز السؤال ده في انهي ثانيه؟ فمثلا عايزه في الثانيه 50. طيب ايه الاسئله اللي انا هحطها؟ فديت في الفيديو ما يدكش ان انت تعمل السؤال من اول وجديد، لازم تكون عامله. طب عامله فين؟ هتضغط على سيلكت اب، وبعد ما هضغط على سيلكت اب جايب لك كل الاسئله اللي انت عملتها على البرنامج ده. هل فيهم اي سؤال عملته قبل كده خاص بجسم الانسان؟ هتنقر عليه. وبعد ما هنقر عليه يبقى كده في الحاله ديت، اول ما انا بشغل الفيديو هيظهر لي السؤال اللي هو بتاع الدبابيس وجسم الانسان اللي احنا عملناه. وبعد ما بخلص عايز مثلا سؤال تاني. طيب السؤال التاني ده ايه هو؟ مثلا عايز اختاره في الثانيه مثلا 100. هضغط على سيلكت اب. ديت يا جماعه الحته اللي وجع منكم انتوا اللي هي سيلكت اب ديت. السؤال بيجي ازاي؟ ان انا اكون محضره قبل كده. يعني انا حضرت سؤال بتاع جسم الانسان، حضرت سؤال مثلا عن الحواس، حضرت يعني دي كلها انا اسئله حضرتها. وبالتالي الفيديو بيجمع لي شويه اسئله انا حضرتهم على البرنامج ويحطهم لي في فيديو واحد، واتحكم ان عرضهم بيكون بعد كام ثانيه من تشغيل الفيديو. تمام؟ فانا الشكل بتاع الاسئله نصيه دكتور، الاسئله نصيه تكست ولا بيكتشرز فوتو؟ كده او كده متاح الاثنين، متاح الاثنين. طب انت ساعات سيلكت اب جبت ايمج، جبت صوره. طب لو نص برضه متاح ان يكون في نص. هجيب النص يعني منين؟ ما هوش سيلكت اب. عاوز اكتب. لا لا شفت. طيب حضرتك انا في سؤال عرضته بعد الفيديو هو شغال، اللي هو التكنولوجيا النانو تعتمد على نقط، وكتبت ساعتها تعتمد على زيادة مساحة السطح. تمام. هذا نصي ده يعتبر أنا كتبته. تمام؟ طيب هقول تاني يا جماعة، بص هقول تاني من الأول. أنا دلوقتي فتحت البرنامج بتاعي وضغطت على ماي آب. ماي آب ديت اختصار إيه؟ اختصار الأسئلة والأنشطة والبرامج والتطبيقات اللي أنا عملتها كلها. أنا عملت معاكم بس مثال واحد بس اللي هو بتاع الصورة في جسم الإنسان. طب عايز اعمل نشاط تاني، ايه هو النشاط التاني؟ مثلا حابب اعمل معاكم مثلا
نشاط، هنجاوب على سؤالكم بس ثانية واحدة عشان تفهموني. هعمل مثلا معاكم نشاط، عايزين أكمل ولا اختيار الإجابة الصحيحة زي ما أنتوا عايزين؟ تحبوا أكمل ولا اختياري؟ أكمل. مثلا اختيارت معاكم اختياري، مثلا اختياري اهو، يبقى أنا هجيبها إزاي اختياري؟ هضغط على مالتيبل تشوز كويز اللي هي ديت، أول ما هضغط عليها هيقول لي برضو نفس الحكاية كريت نيو آب، هضغط على ديت. يبقى أنا دلوقتي بجهز سؤال عشان أحطه في الفيديو، تمام؟ نفس الكلام برضو، بيقول لي هنا إيه العنوان، بقول له مثلا اختار الإجابة الصحيحة، وبعد كده الديسكريبشن مش مهم. هنا في صورة، عايز أحط صورة ماشي، عايز أحط نص ماشي، يعني إيه زي ما أنا عايز. فمثلا أحط صورة مثلا عن اللي هو موضوع الفيديو، الصورة دي أجيبها منين؟ الصورة ديت ممكن أجيبها من على الجهاز وممكن أجيبها من على الإنترنت زي ما أنا عايز. اخترت الصورة ديت، اللي فاتح المايك لو سمحت مقفله. أختار أي صورة. اخترت دي مثلا. الصورة ديت كحاجة معبرة بس، ما عليهاش أي سؤال ولا حاجة، بس حاجة معبرة عن السؤال. طب السؤال اللي أنا عايزه بيكون على إيه؟ بيكون مثلا كنص أهو. مثلا من استخدامات نانو تكنولوجي، تمام؟ وبعد كده بيقول لي هنا الأنسر، الإجابة هي الإجابة تمام اللي الصحيحة، فبالتالي أختار أي حاجة، مثلا أكتب أي حاجة، ودي اللي هعملها اللي هي الكوريكت اللي هي الإجابة الصحيحة. طيب هكتب اختيار تاني، ممكن على فكرة أختار إجابتين، يعني مثلا خلي الطالب يعلم على الإجابات الصح كلها، ممكن أضيف إجابة ثالثة برضو أعملها نص. يبقى احنا عملنا الإجابة الصحيحة اللي هي ايه؟ اللي هي رقم واحد دي. وبعد ما بخلص السؤال ده، بعد ما اختار طبعا في الآخر خالص كلمة ايه؟ كلمة حفظ في الآخر خالص، ممكن أضيف سؤال واثنين وثلاثة زي ما أنا عايز، أسئلة أقدر أضيف، وممكن في الآخر هنا بكتب له التغذية الراجعة مثلا، شكرا لاستجاباتك. انا بحاول اغير التغذية الراجعة على اساس يتبان ان احنا ايه اللي كاتبينها. وبعد كده بعد ما بخلص التغذية الراجعة بضغط على فايند اللي فينش. يبقى اقول تاني اهو، يبقى اول حاجة بكتب، انا بختار سؤال حاليا، انا بختار سؤال، بعمل سؤال اللي انا عايز احطه في الفيديو، بعمله زي اي طريقة تانية بعملها، بختار بعمل السؤال، انا عايز اعمل سؤال اختياري عشان احطه في الفيديو للطالب، يبقى أنا بعمل الأول السؤال بأي تطبيق من التطبيقات اللي تسمح لي بعمل اختيار الإجابة الصحيحة، وبعد كده بختار في الآخر فينش، وبعد كده أختار سيف حفظ كده اتحفظ. أنا دلوقتي عملت إيه؟ عملت هو سؤال، السؤال ده اللي هو اختار الإجابة الصحيحة، ده السؤال اللي أنا عملته اخترته اللي هو فيه اختياري، هيظهر للطالب كده. السؤال ده اول ما انا هنقر كده هيسالني سؤال من استخدامات التكنولوجيا، احنا قلنا الاجابه الصح اللي هي اخترناها اللي هي ديت، زي كده هتظهر للطالب. طب انا عايز السؤال ده احطه في الفيديو، احطه ازاي في الفيديو؟ يبقى انا في الحاله ديت هرجع زي ما كنت اهو، زي ما كنت اهو في الفيديو اللي انا كنت لسه عامله من شويه، ادي الفيديو اللي انا عامله اللي هو عن جسم الانسان. يبقى انا جسم الانسان حطيت فيه الصوره بتاعت الصوره اللي احنا عملناها من شويه بتاعت الدبوس، وعايز عند السؤال عند الثانية 100 يظهر لي كمان سؤال تاني. السؤال ده أنا مش هنشأه من أول وجديد، ولكن أكون أنشأته قبل كده اللي هو السؤال اختار الإجابة الصحيحة ده. يبقى أنا عملت معاكم سؤالين، سؤال الصورة وسؤال اختار الإجابة الصحيحة، وبعد كده هضغط على فينش. يبقى أنا في الحالة ديت أدي الفيديو اللي هيظهر للطالب، الطالب هيشغله، بعد ما يشغله الطالب عند الثانية هيظهر حاجة سؤال، وعند الثانية تقريبا اللي احنا عملناها 100 هيظهر حاجة تانية. ادي السؤال اللي هيظهر عند الثانية 20 مثلا، هيضغط على ستارت اكسرسايز، هيظهر له السؤال اللي احنا قلنا عليه من شوية اللي هو سؤال الصورة. وضحت الصورة يا جماعة؟ يبقى أنا عشان أعمل أسئلة في الفيديو متاح إن أعمل أي سؤال أنا عايزه، بس الأول أجهز الأسئلة ديت على التطبيق من نوعيات اللي على التطبيق، وبعد كده أخدها أضمنها من ضمن الأسئلة اللي تظهر للفيديو.
بيحمل هنا السؤال الاولاني، ادي السؤال الاولاني اهو اللي المفروض يظهر عند الزاويه الثانيه 20. هيختار الطالب طبعا الاسئله اللي احنا الاجابات اللي هي الصحيحه، هيختار ويختار منهم، وبعد هنا اهو هيختار كده اهو، يبقى كده الطالب حل السؤال ده. عايز يشوف اجابته صح ولا لا، هيضغط على ديت، قال له طبعا دي طبعا التغذيه الراجعه اللي هي بتاعت السؤال بتاع الصوره. طيب كده هيقفل هنا، هيجي على السؤال الثاني. طب السؤال الثاني اللي عمله الطالب اللي هو احنا حطيناه، اللي هو انهي سؤال اللي احنا حطيناه، اللي هو السؤال بتاع اللي اختار الاجابه الصحيحه. يبقى انا لازم الاول اعمل الاسئله باستخدام البرنامج برضو بعملها، وبعد كده هحطها من خلال الفيديو. هنا هو بيستدرج، هو بيستدعي السؤال اللي احنا قلنا عليه، السؤال الثاني اللي هو بتاع الصورة بتاع النانو تكنولوجي. شوف هنا هيضغط الطالب على السهم اهو من استخدامات النانو تكنولوجي، هيختار دي، وبعد كده ما يختار عايز يشوف اجابته صح ولا لا، طلعت اجابته ايه؟ صحيحه، وادي شكرا لاستجابتك. وبعد كده هيقول له ايه؟ اقفل التدريب ده، وعايز تكمل الفيديو، كمل الفيديو عادي. ملاحظين ان الفيديو اتقدم واحد، انا عامل السؤال الثاني عند الثانيه 100، يعني اتخطى ده كله. تمام كده؟ يبقى هلخص ثاني يا جماعه الكلام ثاني، هلخص الكلام ثاني اهو، بعد كده اشوف اسئلتكم. انا دلوقتي عندي البرنامج بتاعي اسمه ليرنينج اب، ليرنينج اب. البرنامج بتاعي ده بيكون فيه ايقونتين مهمين خالص. ايه هما الايقونتين دولت؟ الايقونة الاولانية اللي هي كرييت اب ديت، لو انا حابب اعمل برنامج سؤال او نشاط تفاعلي من اول وجديد هضغط عليه. اول ما هضغط عليه هيظهر لي مجموعة من الانشطة اللي انا بتحكم وادخل فيها البيانات. اصعب نشاط فيهم اللي هو نشاط الفيديو اللي انا شرحته، الباقي كله سهل جدا. طيب ليه اصعب نشاط فيهم الفيديو؟ لان الفيديو اول ما بعمل النشاط بتاع الفيديو هتضغط عليه، وبعد ما تضغط عليه هتضغط كرييت نيو اب، وبعد كده هتكتب من فوق عنوان الفيديو وهتختار الفيديو طبعا، او ممكن فيديو او صوت زي ما انا عايز. اختار الفيديو من اليوتيوب زي ما احنا اتعلمنا، وبعد ما اختار الفيديو واحط الرابط بتاعه بيقول لي هنا سيلكت اب. سيلكت اب دي معناها ايه؟ ان انا اختار سؤال كنت عامله على البرنامج يجي وسط الفيديو ده ما يشتغل. طب يجي امتى؟ احدد الثانيه، في الثانيه مثلا 50، في الثانيه 10، في الثانيه 60، بحدد الزمن زي ما انا عايز، واختار بقى السؤال اللي انا كنت مصمم مسبقا على البرنامج برضه. يعني البرنامج هنا بيقول لي ماي اب، ماي اب ديت اللي هي ايه؟ ماي اب يعني كل الاسئله الانشطه التفاعليه اللي انا عملتها، عايز مين فيهم يجي في الفيديو ده عشان يتعرض للطالب؟ فاختار بقى النشاط اللي انا عايزه. تمام كده؟ وبعد ما اختار النشاط اللي انا عايزه، طب انا عايز مثلا نشاط ثاني، يبقى اختار اد انذر ايليمنت، واكتب الثانيه بتاعته في التوقيت امتى هتظهر، واضغط النشاط برضه من ضمن الانشطه اللي هي عندي جاهزه. اختار من ماي اب، اختار النشاط اللي انا كنت مصممه مسبقا، وفي الاخر خالص بعمل حفظ، وفي الاخر بعمل ايه؟ اخد الرابط وابعته للطالب. طيب اللي عنده اي سؤال يتفضل يا جماعه. لو في حد عنده اي سؤال يتفضل. الف شكر يا دكتور محمد على شرحك الجميل والله. وطبعا بالنسبه للفيديو انا يعني مبسوط جدا جدا من يعني ازاي ان احنا نقدر نستعمل الفيديو اثناء شرح المادة. وعندي يعني اقتراح او عندي تصور معين، لان الفيديو ممكن يستعمل، ممكن يحط اسئله قبل منه، ممكن يحط اسئله زي ما انت حاطط دلوقتي، اسئله اثناء العرض واسئله بعد العرض. يعني يعني مثلا اختبر معلومات الطالب قبل بسؤال مثلا زي اللي انت عملت حضرتك ده من القالب بتاع الاسئله المتعدده مثلا. اختار قالب يعني مجموعه اسئله بسيطه قبل عرض الفيديو، وهتحطها فين ومع اجابتها،
احطها زي ما حطها كده كده على ماي ابس بعد ما اخلصها، وكمان الفيديو يعني اختار فيديو مناسب مثلا لموضوع معين واشوفه كويس واعرف انه مثلا مدته 5 دقائق فرضا يعني مدته 5 دقائق، وانا لما اتفرج عليه هصمم مجموعه من الاسئله، بعد ما اصمم الاسئله ديتي اختار قوالب المناسبه لها واحطها واحفظها فين؟ واحفظها في برضو كلمه ماي ابس تمام واسئله تمام، وبعدين احدد الدقائق او يعني اللي انا عاوز اعملها فيها الاسئله بالدقه زي ما انت حضرتك قلت كده ده الاثناء ايوه، وبعدين اختار برضو قالب من قوالب الاسئله يكون المعلومات شرحت مسبقا مسبقا ايوه، لذلك اي واحد عايز يعمل فيديو لازم الاول يحدد الاسئله اللي عايز يعملها في الفيديو ايه هي وبعد ما يحددها يستخدمها وبعد ما يحدد ياخد اليو ار ال بتاع الفيديو ده من قناه اليوتيوب ويحط يختار التوقيت بتاع كل سؤال منهم ويعمل له ادراج بس تمام كده، ويبقى كده استعملنا الفيديو قبل واثناء وبعد كمان يعني ممكن مثلا ممكن توظف الموضوع ده ان في بدايه الفيديو قبل ما يتشغل الفيديو تعمله مثلا زي اختبار قبلي للطالب، الاختبار القبلي ده لو الطالب حله كله يبقى خلاص مفيش داعي ان يحل يسمع الفيديو خلاص، طب لو الاختبار القبلي ده ما حلوش او اخطا فيه يبقى يضطر ان يشغل الفيديو، ونحط له كده سؤال مثلا في النص سؤالين في النص او 3 اسئله، وفي الاخر خالص في اخر الفيديو اعمل له اختبار بعدي كده توظيفه. ممكن في هنا برضو قالب تاني وده يبقى كويس كمان للغه الانجليزيه، ان ممكن اسئله الاختيار الاختيار الاجابه الصحيحه الاختيار المتعدد لو خدتوا بالكم قبلها قبل ما انا صممتها كان مكتوب ادراج مثلا ممكن ادرج صوره، انا ادرجت صوره ممكن بدل الصوره ادرج اوديو صوت، ممكن اعمل له محادثه باللغه الانجليزيه مثلا كصوت بحيث ان ننمي لغه السمع عند الطلبه مثلا، وبعد كده اديله شويه اسئله على الحوار او المحادثه اللي كانت في الصوت ده، هيبقى ده حاجه صعبه شويه عايزه طلبه متفوقين شويه، لذلك البرنامج ده في ميزه ان هو بيراعي الفروق الفرديه بين الطلاب، وممكن المعلم يعمل مجموعه انشطه ويدي الانشطه ديت لكل طالب حسب مستواه تمام. بعد اذنك دكتور ادراج الاوديو خلاف الفيديو ولا في اثناء الفيديو؟ ادراج الفيديو في اخر نشاط انا عملته. لا يا دكتور سعادتك النقطه الاخيره في اللغه الانجليزيه سعادتك قلت ممكن ندرج ايديو الولد يسمع حوار conversation ويحل على قطعة سماع دون النظر إليها وده بيقوي السماع على سن الحاسة السمعية المركزة. طيب دي ليس العلاقة بالفيديو ده option تاني خلاف الفيديو ده تطبيق تاني ده تطبيق تاني خالص ده غير الفيديو شفت حضرتك السؤال اللي أنا عملته اللي هو اختار الإجابة الصحيحة ده اللي هو بتاع النانو تكنولوجي ده تمام أنا عامل هنا إدراج صورة صح؟ شايف حضرتك الصوره اللي انا عملتها ادراج صوره اهو هعمل تحرير اهو للسؤال ده وتشوفه حضرتك عشان اعمل تحرير اضغط على ايديت اب شوف حضرتك في اسئله هتقابلنا من شويه هنا بيقول لي سيلكت ايمج تمام في اسئله هوريها لكم دلوقتي بدل سيلكت ايمج لوحديها جنبيها هنا انزيرد اوديو او انزيرد فيديو بحيث ان انا ادي له صوت او ادي له فيديو تحتيه الاسئله يبقى في الحاله ديت الطالب عشان يجاوب على الاسئله لازم يسمعها بس السؤال ما يكونش وسط الفيديو ما بيكونش في النص دي كلها متاخر في الاخر خالص وممكن الطالب يسمع الفيديو وممكن ما يسمعهوش ممكن يسمع الصوت وممكن ما يسمعهوش لو عارف الاجابات لكن الثاني بيكون الاسئله مضمونه جوه الفيديو ذات نفسه ده الفرق الاختلاف بينهم سيلكت ايمج يا دكتور سيلكت انا مع ساعتك في سيلكت ايمج الشاشه قدامي اهي سيلكت ايمج لا انا هوريها لحضرتك دلوقتي حاضر
شوفوا التدريب ده. طيب ما دام ظهر لنا وأوريها لك دلوقتي يا أستاذنا. هنا ده تدريب من ضمن التدريبات برضو، ده برضو حلو وخاصة في المرحلة الابتدائية، يربط ما بين الصوت والصورة. يعني الطالب هنا عشان يحل التدريب ده مثلا هيختار بصباعه كده ويحدد، يحدد دي هنا فين مثلا ودي فين، وكل اثنين مع بعض. يعني مثلا هنا حددت حاجتين غلط هيظهر له بالأحمر عشان يفصل بينهم بالنص كده. هنا مثلا كار هيوصلها عند كار، سيارة هتلاقيها اختفي، بوي اللي هي مثلا ولد، تفاحة اللي هي أبل، تمام، مثلا بنت اللي هي جيرل، صن اللي هي شمس، وفي الآخر بيقول له إيه التغذية الراجعة اللي أنا ضفتها. ده برضو سؤال ممكن أدمجه في الفيديو، سؤال زي كده ممكن أدمجه في الفيديو، والسؤال ده بيتيح لي إني بعمل كلمات مزدوجة ممكن أختارهم كلمات أو كصور. يعني بيتيح لي إن أختار كلمات أو أختار صور، يعني ممكن أختار صورة وصورة، ممكن أختار كلمة وكلمة، ممكن أحط له في اللغة العربية مثلا مجموعة كلمات وعكسها، والطالب يوصل كل كلمة بالعكس أو بالمرادف. فده برضو تطبيق من التطبيقات اللي عندي. في كمان برضو تطبيق تاني هوريه لحضراتكم، التطبيق ده برضو كويس، كلها حاجات مختلفة، وكل إنشاء التطبيقات دي كلها بيكون بنفس الطريقة كده، كرييت آب وبعد كده أحط الكلمات أحط الصور زي ما أنا عايز. هنا مثلا تطبيق من التطبيقات بيقول له رتب اللي هي إيه خطوات الوضوء. فعشان نرتب خطوات الوضوء أول حاجة طبعا اللي هي غسل اللي هي الكفين زي كده مثلا، بعد كده المضمضة، بعد كده هنا مثلا اللي شايفين انا حاطط صور وحاطط كلمات، ينفع كده وينفع كده الاثنين. بعد كده مثلا الوجه، بعد كده الذراعين، والطالب هو اللي بيعمل الادراج ده. انا بوريكم شكل النشاط بيكون ظاهر ازاي للطالب، وهكذا يبدا الطالب يحط الـ الاجابات. وشايفين اللي هي النقاط الازرق ديت هي اللي بيحط عندها ايه، هي اللي بيحط عندها الحاجه في الاخر. في ايه تاني ما عملناهوش؟ في اللي هي الاذن، تمام. وبعد ما الطالب يرتبهم على فكره ممكن اطلعها ممكن انزلها باي كيفيه ويشوف اجابته صح ولا لا، هيقول له دي كده اجابتها خطا. ليه خطا؟ لان هي مش واصله في المكان اللي هي بتاعها، هي المفروض مكانها هنا اهو كده. وبعد كده يشوف هيلاقوا الإجابة صح، وبعد كده يقول له إيه أحسنت. ده برضو نشاط من ضمن الأنشطة اللي أنا ممكن أقدمها للطالب. في كمان برضو من ضمن الأنشطة دي كل حاجات أنا عاملها ومصممها، في كمان برضو من ضمن الأنشطة حاجة اسمها مثلا زي تصويت كده، هضغط على تصويت ديت وبيقول له هو فوت تصويت. فأنا بقول له مثلا سؤال للطالب، هل تتوقع مثلا وجود لقاح او مصل لفيروس كورونا خلال مثلا شهر 3 شهور ولا سنه ولا اكثر من سنه؟ فمثلا الطالب اختار لي مثلا في خلال سنه، هيظهر له دلوقتي نتيجه التصويت. نتيجه التصويت بقى اول ما يقول له شو، كل الطلبه اللي هيصوتوا هيظهر لي دلوقتي ان الطالب ما فيش غير انا بس اللي صوت، يبقى النسبه 100%. طب لو انا خليت الصف يصوت مثلا على موعد اختبار قلت لهم عايز امتحنكم مثلا يوم السبت ولا الاحد ولا الاثنين اختلفوا، فانا احط لهم مثلا التصويت ده واعلى نسبه هي اللي انفذ واطبق الكلام بتاعها. ده برضو تطبيق من التطبيقات الموجوده عندي هنا اهو على البرنامج. لذلك البرنامج غني جدا بالتطبيقات، مش هيخلص في يوم ولا في يومين ولا في ثلاثه. عايز بس من حضراتكم مجموعه تجارب لحضراتكم بس تجربوا وتشوفوا ايه وتشوفوا الاصح بالنسبة لتخصصكم وبالنسبة للمرحلة اللي تتعاملوا معها، تمام؟ في كمان برضو مثلا تطبيق تاني ينفع للغة الإنجليزية زي كده اهو، جايب له مثلا ايه سيارة، فالسيارة ديت عبارة عن 3 حروف عايز اكتبها، فيكتبها ازاي الطالب؟ فطبعا السيارة اللي هي كار هيكتب سي، وبعد كده هيكتب حرف الايه، وبعد كده المفروض يكتب حرف الار. طب افرض نسي وعمل حرف الاي، هيقول له خطا، وهتلاحظ ان الورده دي فيها حاجه ضاعت منها. خطا تاني اهو، خطا تالت، يبقى كده الطالب مش هياخد الورده كامله. طيب لو مثلا كتب في الاخر حرف الار يبقى كده بيقول له ايه
خلاص كده، وانت كده ما اخدتش الورده كامله، يعني الورده اللي هياخد الورده كامله يبقى حل السؤال من اول مره صح. كل ما تجاوب اجابه خطا كل ما تلاقي ورقه من اوراق الزهره ديت ايه بيسقط. ده كده برضو تطبيق من ضمن التطبيقات على الليرنينج اب. تمام، فيه كمان برضو تاني. اتفضلي. سمحت اوصل التطبيقات للطالب على طريق روابط ولا يعني في بدايه القصه؟ ايوه عن طريق الروابط. عن طريق يعني الروابط انا مجهزه القوالب واعطيها للرابط الروابط للطالب في الحصه. ايوه هوري حضرتك ازاي دلوقتي. شوفي حضرتك اللي هختار مثلا اللي هي سباق الخيول ديت. شايفه حضرتك اول ما انت بتختاري اللعبه وبتعمليها بتلاقي من تحت ثلاث روابط، هنختار احنا زي ما اتفقنا اللي هو فول سكرين لينك اللي هو الرابط اللي في النص ده. هتضغط عليه كليك يمين وبعد كده كوبي وتبعتيه للطالب بقى، بحيث ان الطالب ايه مع نفسه في البيت هو اللي يحل كل حاجه. لكن ده يعني التطبيق بتاع النهارده ده اللي انا مديهولكم يعتبر تطبيق مثالي في التعلم عن بعد، بحيث ان حضرتك تبعت الرابط ده للطالب من خلال اي اداه من ادوات السوشيال ميديا، والطالب بقى بيعرف الاجابه بتاعته صح ولا الاجابه بتاعته خطا، بس شكل السؤال والروتين بتاع السؤال بيكون مختلف كناحيه تشويقيه وناحيه جاذبه للطالب ان يحب الماده بتاعت حضرتك ويعرف الماده ديت، يعني يتنوع في الاسئله ويلاقي طريقه عرض مختلفه نهائيا للسؤال. فدي اللي هي الميزه بتاعت البرنامج ده. فانا هاخد الرابط ده وابعته للطالب. طيب البرنامج اللي هنا ده مثلا اللي هو في حاجة تانية اسمها سباق الخيول، ده برضو تطبيق من التطبيقات التفاعلية. هنا هتضغط على كل ما تجاوب سؤال صح هتلاقي الخيول تسبق أكتر. فهنا مثلا بيقول له سمع حاطط صوت. أنا هنا الصوت ده أول ما أنا هشغله كده الصوت ده بيتكلم عن حاجة، فأنا عايز أشوف الطالب ده الفيديو ده بيتكلم عن إيه. وده السؤال اللي أنا كنت بقوله من شوية الأستاذ اللي كان عامل مداخلة معايا، مش عارف موجود هو حاليا ولا ايه. اه مع سيادتك يا دكتور مصطفى احمد يا فندم. مصطفى احمد موجه اول مدير شرعيه تقريبا. لا مصطفى احمد يا دكتور. مصطفى احمد كان بيسال على حكايه الصوت والفيديو. ايوه يا دكتور مصطفى احمد موجه اول مديريه بالشرعيه يا دكتور. اتفضل مع سعادتك. ايوه يا دكتور. يا اهلا بك يا استاذ مصطفى. شوف يا استاذ مصطفى السؤال اللي انا بقول لحضرتك عليه من شويه سباق الخيول. ايوه يا دكتور. اهلا بك يا استاذ مصطفى شرفنا بحضرتك. ربنا ينفعنا بعلمك يا دكتور. شوف حضرتك السؤال اللي انا بقول لحضرتك عليه من شويه اللي هو بدل ايوه شوف حضرتك بدل ما بعمل ادراج لفيديو بعمل ادراج لاوديو صوت اهو. انا هشغل الصوت حاليا اهو. تمام؟ الصوت ده بقى انا عايز الطلبه يركزوا ويسمعوه ويشوفوا لي بيتكلم عن ايه. هو بيتكلم عن ابل، ابل اللي هي ايه؟ والطالب يختار الاجابه الصح. ده السؤال اللي انا كنت بقول عليه حضرتك يا استاذ مصطفى. تمام؟ السؤال ده انا جهزته ينفع للغه الانجليزيه اهو، عباره عن صوت انا حاطه من فوق ويختار الطالب عنوان او يجاوب على سؤال او اي حاجه يختار الاجابه الصحيحه. طيب بعد ما انا خلصت السؤال ده انا ممكن اعمل له ادراج السؤال ده نفسه في الفيديو، وفي حاله لما بعمل له ادراج في الفيديو طبعا صوت الفيديو بيتوقف ما بيشتغلش عشان ما بيتداخلش الصوتين مع بعض. فهمني يا استاذ مصطفى؟ ايوه يا فندم اتفضل يا دكتور. واضح يا دكتور واضح اتفضل. سامعني يا استاذ مصطفى كده؟ ايوه مع سعادتك يا دكتور اتفضل. واضح واضح يعني هو الاوديو بعمله بنك اسئله في نماذج الاب وبعد كده اعمله ادراج في الفيديو. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا دكتور. شفت يا استاذ مصطفى الحاجه الاخيره ديت؟ ايوه الاوديو الاوديو مع الفيديو سعادتك. الميكس الخلط بينهم الاثنين. أيوة. واضح يا دكتور. شكرا سعادتك يا دكتور. ايوه تمام. ولما بتربط ما بينهم وقت ما بتشغل السؤال بتاع الصوت ده مع الاختيارات الصور ديت اصلا صوت الفيديو بيوقف خالص ما بيحصلش تداخل بين الاثنين. تمام. لذلك الفيديو ينفع ادمج مع اي سؤال حتى لو سؤال فيه فيديو برضه. تمام.
تمام، لان اصلا كده كده صوت الفيديو الاولاني الاصلي اللي انا حاطط وسطيه الاسئله ده اصلا بيقف، تمام سعد، بيتوقف الصوت، تمام سعد، تمام تمام. طيب دي كلها تطبيقات انا كنت مجهزها قبل كده وريتها لحضراتكم. كل اي تطبيق من دولت عشان تعملوه طريقه سهله جدا، هنضغط على كرييت اب، وبعد ما هضغط على كرييت اب هختار التطبيق اللي انا عايزه. وعلى فكره كلهم دول مكتوبين بالانجلش، لو انتم حابين تترجموهم ممكن من خلال جوجل كرومر، هتضغط كليك يمين وترانسليت تو عربي، هترجم لي الصفحه كلها باللغه العربيه، تمام. يبقى كل الايقونات اترجمت باللغه العربيه، واشوف اي تطبيق انا انسب للمرحله بتاعتي وللطلاب بتوعي والتخصص بتاعي وهعمل التطبيق. هتلاقي فيه تطبيقات، يعني فيه هتلاقي زي مسابقه من سيربح المليون اللي انا وريتها لكم من شويه، تمام، في اللي هو الفيديو، في اللي هو الازواج اللي هي بتاعت التوصيل ديت، في سباق الخيول اللي احنا شفناها من شويه، هتلاقوا فيه انشطه كثيره جدا احسنهم اللي انا وريتهم لحضراتكم من شويه، تمام. في كمان تطبيق تاني مهم خالص ومفيد خالص، يا ريت التطبيق ده الكل يعرفه، اللي هو تطبيق ماتريكس اللي هو المصفوفه ده. ده اخر تطبيق انا هوريه لكم النهارده، اللي هو تطبيق ماتريكس ده. تطبيق ماتريكس ده فيه ميزه، ايه هي الميزه ديت؟ ان انا ممكن احط فيه مجموعه من الاسئله، لذلك انا هوريكم واحد جاهز اهو، ولا اعمل لكم انا واحد ده قدامكم، انشاء تطبيق هو جديد. ده اسمه تطبيق المصفوفه. التطبيق ده مثلا نستاذن ساعتك بس لمشاركة الشاشة يا دكتور بعد إذن. حاضر. يبقى هعمل تاني هو من الأول، يبقى أنا هضغط على كرييت آب، وبعد ما هضغط على كرييت آب هختار اللي هي المصفوفة أو آب ماتريكس اللي هي دي. اب ماتريكس، وبعد كده اضغط على كرييت نيو اب. شايفين حضراتكم اول ما بضغط على اي تطبيق بيجيب لي الشكل العام بتاعها ايه عشان اعرف الشكل النهائي او المخرج النهائي ليها، وبعد كده اضغط على كرييت نيو اب، هكتب هنا العنوان، مثلا هكتب مثلا الوحده الاولى فرضا، الوحده الاولى او الدرس الاول مثلا، وبعد كده هحط له وصف لو انا عايز اعمل وصف او مش عايز براحتي. وبعد كده هنا ممكن احط هنا نص، ممكن احط هنا صوره برضو، دي حاجه اختياري، مثلا لو انا حابب احط صوره اختار اي صوره، مثلا اخترت مثلا صوره الجدول الدوري، مثلا هنا مثلا التايتل العنوان، مثلا كتبت هنا مثلا الدرس الاول مثلا. بعد ما كتبت الدرس الاول هيظهر لي سيلكت اب، دي نفس الحكايه بتاعت الفيديو، هضغط مثلا سيلكت اب هختار سؤال انا كنت مجهزه قبل كده، سؤال انا كنت قبل كده مجهزه، فمثلا اختار السؤال بتاع مثلا اي سؤال من دول، اخترت دي مثلا، عندي هنا مثلا هو اخترت السؤال الاولاني، طب عايز اختار سؤال تاني او اعمل سؤال تاني، وبعد ما جاوب الطالب يجاوب السؤال الاولاني هقول له ايه التغذيه الراجعه بتاعته، مثلا احسنت. المصفوفه دي فيها ميزه ان تشمل برضو اكتر من اسئله زي الفيديو، بس دي من غير فيديو. هعمل سؤال تاني، مثلا اختار الدرس الثاني فرضا، واجي هنا اهو عندي سيلكت اب واختار سؤال تاني، مثلا اختار مثلا بتاعت اختار الاجابه الصحيحه، وهكذا اعمل مثلا سؤال ثالث. يبقى سيلكت اب دي معناها ايه لو جبلتكم؟ ان انا كنت مجهز اسئله قبل كده وعايز اضمنها في السؤال ده، مثلا هنا هو اختار الدرس الثالث مثلا، واختار هنا سيلكت اب، وعندي سيلكت اب اختار سؤال ثالث من ضمن الاسئله اللي هي ماي اب اللي انا جهزتها قبل كده الخاصه بيا، اختار اي سؤال من ضمن الاسئله اللي انا عملته، مثلا اخترت السؤال ده. وبعد ما بخلص دايما محدش ينسى يعمل ايه في الاخر، يعمل فينش وبعد كده يعمل حفظ. اول ما بعمل انا فينش هيحمل هو السؤال ده الشكل بتاع الطالب، يعني اول ما انا هاخد الرابط وابعته للطالب ظهر لي هنا اهو، ادي الصوره اللي انا حطيتها، وادي السؤال، وادي الثاني، وادي الثالث، يبقى انا كده جمعت ثلاث اسئله في رابط واحد. وده في ميزه ديت ان انا مثلا عملت له مثلا للطالب اديته الدرس الاولاني حطيت فيه سؤال او بعت له نشاط، الدرس الثاني بعت له فيه نشاط ثاني، الدرس الثالث بعت له فيه نشاط ثالث،
بعد ما اخلص الثلاث دروس بتوع الوحده الاولى عايز ثلاث انشطه اعملهم له في رابط واحد، يبقى اعمل المصفوفه ديت اللي هي ماتريكس اب، وبعد كده احط فيها استدعاء بس او استدراج للانشطه اللي انا عملتها وهشوفها. كل اللي هيعمله يوصل الطالب انه يضغط على الدرس الاول هيظهر له السؤال بتاع الدرس الاولاني اللي احنا عملناه اللي هي تفاحه مثلا يعني ايه، يبقى هيقول له مثلا يعني ابل. يعني المصفوفه ديت عباره عن اداه وبعد كده بيقول نيكست تمام، هيختار مثلا هنا سياره يعني كار تمام. وبعد ما انا خلصت كده هيبقى كده اخد الزهره بالكامل. طيب هيقول له شكرا احسنت. طيب بعد كده هو خلص ايه، هو ملاحظين هو كده خلص السؤال الاولاني، طب هو عايز يعمل السؤال الثاني، يبقى يروح للسؤال اهو السؤال الثاني هو اللي هو الدرس الثاني، ويحل النشاط بتاعه اللي هو بتاع من سيربح المليون ده، اطول نهر، ويقعد الطالب يجاوب عليه. طب لو الطالب اجاب اجابه خاطئه، اهو هجاوب اجابه خاطئه، يعني هنا مثلا الاجابه خديجه بنت خويلد، كتبت انا السيده مثلا خديجه، ملاحظين هيظهر له رد الفعل الاجابه الصح ايه هي، وبيقول له تراي اجين، حاول مره اخرى. اهو هيبدا له السؤال من الاول وجديد، وكل ما يغلط هيبدا له من اول وجديد. هنا اهو ادي السؤال الثاني، جبت السؤال الثاني. وادي بعد كده 7 ضرب 2 17 وهكذا، وبعد كده مديله التغذية الراجعة. تمام كده يا جماعة، ده كده اللي هو بالنسبة للمصفوفة. طيب أنا كده يعتبر غطيت تقريبا 80% من البرنامج. كل اللي يهمه كومنتوا في البرنامج زي ما قلت لحضراتكم، كريات اللي هي الإنشاء، واللي هي ماي اب اللي هي الحاجات اللي انت انشاتها. في عندكم براوز اب ديت اللي هي عباره عن دروس جاهزه، بس زي ما انا قلت لحضراتكم مش مفضل ان هتلاقوها طبعا باللغه الانجليزيه، وممكن ما تكونش مناسبه للمناهج بتاعتنا تمام. فبالتالي ما فيش احسن من اللي المعلم بيعمله بنفسه وبينشئه بنفسه من اول وجديد. طيب انا كده في استعداد تام لاسئلتكم كلها ان شاء الله. اتفضل. بنشكر جنابك يا دكتور محمد، ربنا يجعل في ميزان حسناتك ويستر معاك في الغربه وتيجي بالسلامه ان شاء الله. اللهم امين يا رب. استاذ جنابك انا عندي اخر نقطتين، نشاط رقم 2 اللي هو فيديو تفاعلي والابل ماتريكس. لو انا كمعلم عاوز اعمل مفضله لاولادي ايهما، يعني عاوز اصمم برنامج يا فيديو يا فيديو تفاعلي او ابل ماتريكس، متى اقدم على هذا ومتى اقدم على ذاك؟ طيب بمعنى انا عاوز اعمل مفضله كومباريزون مقارنه جدول مقارنه بين المزايا وبين عيوب كل واحده منهم عشان اقدم الطلاب عليهم. طيب لو حضرتك عايز تكلم الطلاب عن موضوع واحد بس، موضوع واحد فقط لا غير، يبقى عليكم على الفيديو، على اساس ان الفيديو شارح كل حاجه وفي نفس الوقت فيه اسئله تتضمن الطالب فهم الفيديو ده ولا لا. طب لو حضرتك عايز مثلا مفيش فيديو بيغطي الموضوعات اللي انت عايز تسال عنها، يبقى في الحاله دي انت تجهز الاسئله عن الموضوعات ديت وتدمجها كلها في مصفوفه، لان الفيديو بيتكلم عن حاجه واحده بس. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو يا جماعه اللي تخلي بالكم منها، ان الفيديو الافضل تستدعوه من على الانترنت بشرح معلم اخر، ولا الافضل تعمله انت بنفسك؟ لا اعمله بنفسي، على انا عارف طلاب وعارف مستواهم. برافو احسن. طيب لو واحد عايز يجيب فيديو مثلا على اليوتيوب، ممكن الفيديو ده يكون مساحته كبيره وبيكون فيه معلومات الطالب مش هيتسائل فيها، لذلك مفيش احسن من ان المعلم نفسه هو اللي يسجل الفيديو ويرفعه على قناته على اليوتيوب، ويفضل ان الفيديو ما يكونش يعني المده الزمنيه بتاعته كبيره. يعني حاليا في احصائيه ظهرت ان الفيديو لو زاد مدته عن 3 دقائق الطالب غالبا ما بيكملش، وده احنا فعلا حتى احنا ذات نفسنا اول ما بنلاقوا اي فيديو كده بمجرد ما نشغله نلاقوا الفيديو مثلا نص ساعه ما حدش بيروح ناحيته، نلاقوا الفيديو مثلا 20 دقيقه اقصاها بالكثير خالص 5 دقائق اللي احنا نسمعها فيه بالتقديم والتاخير. فلذلك يفضل ان الفيديو طبعا ما يكونش المده الزمنيه بتاعته بتكون كبيره، والفيديو بيكون ليه هدف معين تمام، والاسئله بتقيس ايه الفيديو ده. لو كان لو حضرتك عايز تعمل مثلا اسئله اللي هي باستخدام الفيديو، يبقى لازم يكون على موضوع واحد،
لان طبعا ما استحاله فيديو بيشرح وحده كامله دراسيه، لكن لو انت عايز تعمل اسئله مثلا متنوعه اكمل واختياري وصح وخطا مثلا وعلى وحده كامله، يبقى في الحاله دي وعليك وعلى المصفوفه. وعلى فكره المصفوفه ذات نفسها ممكن تدمج فيها الفيديو كدرس من الدروس، يعني درس اول درس ثاني درس ثالث. ايوه كدرس من الدروس، يعني المصفوفه بتكون شكلها كالاتي اهو، زي اللي احنا شفناها من شويه هنا اهو مثلا اهي المصفوفه اللي هي بتلاقوها مكتوبه ايه ماتريكس اب او اب ماتريكس اللي هي ديت، مجرد ما احنا بنعمل لها دراسه هيبقى شكلها كده في الاخر، هيبقى شكلها كده. يعني ممكن احط اسئله اختياري، ممكن احط مثلا اسئله الفيديو اللي هو التفاعلي اللي احنا قلنا عليه من شويه، ممكن احط السؤال بتاع سباق الخيول، ممكن احط عدد كتير زي ما انا عايز من الاسئله. بس الماتريكس ديت ايه متعبه شويه للطالب ان يخلص دي وبعد كده يروح لدي ويخلص دي ويروح لدي وهكذا، متعبه شويه. وفي نفس الوقت هي فيها ميزه ان فيها تنوع في الاسئله، يعني بدل ما انا ابعت له نشاط بس مثلا اكمل ولا نشاط بس اختياري ولا نشاط بس مثلا توسيط، يبقى هي شامله لكل حاجه. لذلك الماتريكس ديت مفضله انها تكون على الوحده بالكامل. تمام كده؟ الصوت واصل كده عند حضراتكم؟ ايوه يا فندم واصل يا دكتور واصل. طيب تمام، لو في اي تساؤلات تاني؟ لو سمحت يا فندم ممكن سؤال؟ اتفضل يا فندم. في جنب المصفوفة اللي هي اب ماتريكس في تطبيق تاني مكتوب فيه اوديو فيديو ويز نوتس. ايوه هل ده هو نفس اللي حضرتك قلت عليه اللي هو دمج اسئله مع الفيديو؟ ايوه هو ده يا فندم. ديت اللي هي بتاعت الفيديو التفاعلي اللي احنا قلناه من شويه اللي هي دمج اسئله من خلال الفيديو، دي الايقونه بتاعت كده. تمام تمام تمام، شكرا لحضرتك جزاك الله خيرا. هو بعد ما انا هسيب حضراتكم ان شاء الله، انتوا كده عرفتوا البدايه، عندكم البرنامج اسمه learningapp.org. تمام، بعد ما بتدخلوا البرنامج على فكره يعني من السهل جدا لو حاجه انا حتى او تطبيق ما شرحتوش او نوع من الاسئله ما شرحتوش، من السهل جدا انكم تعرفوه. يعني كل ما هو في الموضوع هتحطوا عنوان، يا اما ادراج يا اما صوره، يا اما ادراج فيديو، يا اما ادراج نص، يا اما ادراج اوديو، يا اما ادراج تطبيق من التطبيقات اللي انتم اشتغلتوها. وفي الاخر هنحط ايه؟ هنحط اللي هو التغذيه الراجعه. وبعد كده اعمل سيف حفظ، وبعد كده اعمل له اخد الرابط اللي هو بتاع النشر وابعته للطلبه. ده كده باختصار ازاي اتعامل معايا تطبيق من التطبيقات. طب اذا دكتور متفقين تماما واصبحت واضح الامور ان هو فيديو تعليمي وليس تقييم زي الهوت بوتيتوس مثلا. هوت بوتيتوس ده برنامج على النت بس تقييم للطلاب، اسئله أيوة. للطلاب. تمام. ده شرح للطلاب، ده شرح يا سعادتك، ده شرح. أيوة لما استهل وحدتي، لما استهل قاعدتي، لما استهل اي حاجه، شرح للطلاب بكده. وفي أيوة. اثناء الشرح بعمل فحص للفهم، لكن مش تقييم نهائي. مش تقييم نهائي، لا مش تقييم نهائي. اصلي التقييم النهائي ما بيجيش من فيديو ولا درس ولا الكلام ده. تمام. وبعدين هو كله بيكون على جانب معرفي، ما فيهوش مهاره غير مهاره استخدام التكنولوجيا بس. تمام. لكن احنا مثلا كتخصصنا مثلا ككيمياء مثلا كتخصصي، التقييم بيكون فيه حاجات تانية بعملها مع الطلبة، حاجة اسمها اللي هي المختبر الافتراضي، ببعت له دي مع ديت بحيث اقيمه برضه في الناحية المعرفية واقيمه برضه في الناحية المهارية واستخدام وعمل التجارب والكلام ده كله. هي حاجة هي كنشاط الطالب بيستفيد بيه. يعني دلوقتي اكتر حاجة بيمسكها الطالب بايده الموبايل. تمام. فايه المانع ان احنا مثلا على تطبيق تيمز اللي احنا بنستخدمه، او كان تطبيق زوم او اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي، ابعت الطلاب بتوعي على الجروب بتاعهم مثلا، ابعت لهم الرابط ده وحلوا يا شباب الاختبار ده مثلا او النشاط ده، هلاقي الطالب هيستمتع وهو بيحل. ليه؟ لانه بيعمل تحدي لنفسه، عايز مثلا يحل السؤال اللي هو بتاع من سيربح المليون مثلا، هيلاقي نفسه كل ما يحل هيلاقي نفسه بياخد فلوس اكتر، بيحل بيتعامل ناحيه زي صوره ذهنيه كده مشوقه بالنسبه له. مثلا اختبار السؤال بتاع الفيديو كده كده بيشغل فيديوهات، فايه المانع يشغل فيديو تعليمه هيلاقي تخلله اسئله. تمام. فاصبح التكنولوجيا حاليا واقع مفروض علينا، ولازم سواء كنا احنا نرضى بيها او ما نرضوش، لازم نضع نفسنا امام الامر الواقع، ولازم نهيئ نفسنا ونهيئ طلابنا ونهيئ اولياء امورنا ونهيئ الناس كلها ان لازم تستخدم التكنولوجيا.
نسبة شايفينها، يعني احنا حاليا هنا مثلا هو في الكويت منعوا الدراسة، مفيش تعلم عن بعد، بس في الآخر أتوقع إن برضه هيطبقوا التعلم عن بعد. تمام؟ بالنسبة دكتور التطبيق ده كمان، التطبيق ده ممكن يستفيد منه المعلمين وممكن يستفيد منه أولياء الأمور، يعني أنا حاليا معايا أطفال صغيرة لسه في كي جي 2 وكده، بعمل لهم تطبيق اللي هو التوصيل ده، الصورة والكلمة بالإنجليزي، تمام؟ التطبيق ده هتلاقوا فيه جميع الفئات وجميع المراحل المناسبة بيكون بالنسبة لكم. هل دكتور بعد اذنك يا استاذ مصطفى لو سمحت اتفضل يا فندم اتفضل نترك المجال لبعض الزملاء رافعين ايديهم عشان بس نجاوب عليهم كمان استاذ جهاد جحاوي استاذه حنان شحاته اللي رافعين ايدهم يا ريت يتفضلوا باسئلتهم استاذ اسامه جزر في رفع ايده تحت امرك في اربع اشخاص رافعين ايديهم استاذ اسامه اتفضل يا ريت ممكن بس اضيف حاجه استاذ علا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد. أيوة عذرا أنا مع حضرتك محمد حسنين، عذرا أنا ما تابعتش من النقطة الأخيرة اللي هو موضوع المختبر الافتراضي. لا أنا ما شرحتش أي حاجة عن المختبر الافتراضي، أنا بس إيه؟ أنا عارف حضرتك وصلت الكلام قلت إنه بنشتغل المختبر الافتراضي أو كده، التطبيق أو الموقع ده ممكن نشتغل بيه مختبر افتراضي مع الطلبة ولا هو مجرد الفيديوهات وخلاص؟ لا الموقع اسمه كانتازيا، ده برنامج اسمه كانتازيا، اسمه سوري اسمه كروكودايل. كروكودايل كروكودايل يعني التمساح. الموقع ده اسمه كروكودايل، الموقع ده بيوفر مختبر للكيمياء، بيوفر مختبر للفيزياء، بيوفر مختبر للبيولوجي، وبيوفر مختبر للحاسوب. تمام. الكروكودايل ده مجرد ما الطالب بيحمله عنده على الجهاز تمام بيديله ادوات كثيره جدا، ادوات المختبر الكيمياء كلها بتكون امامه. كل اللي بيعمله الطالب ايه هو؟ مثلا اخذ تفاعل، مثلا انا بكلمكم من ناحيه علميه شويه، اخذ مثلا تفاعل الصوديوم مع الميه. هيكون هو عنده العناصر كلها موجوده، وعنده المركبات والاحماض كلها موجوده، حتى اعواد الثقاب اوراق تباع الشمس عنده، كل حاجه عنده. كل اللي بيعمله الطالب سحبه وادراج بالماوس ويضيف دي على ديت، وفي الاخر الموقع الافتراضي ده او المختبر الافتراضي ده بيديله المعادله بتكون شكلها ايه، وبيديله محاكاه لصوره التفاعل، ولو كان مصحوب ببخار او مصحوب بالاشتعال او مصحوب بتاع بيعمل له المحاكاه ديت. تمام ده اسمه كروكودايل، لو حضرتك بحثت عنه هو موقع تقريبا تبع مايكروسوفت برضه، والموقع ده ممكن حضرتك تحمله على اللابتوب عادي ومجاني، ما فيهوش اي رسوم ولا اي حاجه، بس حضرتك تحمله حدد كروكودايل مثلا كيمستري لو كيمياء. تمام ماشي يا فندم. في الاستاذه نجوى، استاذه نجلاء. نجلاء كنت عايز استفسر من استاذه علا، بس انا الشات عندي مش متفعل. نعم يا فندم. يعني مثلا عايزه اكتب على الشات بعد اذن حضرتك استاذه علا، فهو اللي مش متفعل. الاديب استاذه نجلاء سالم. لا الاديب استاذه نجلاء الاديب، حضرتك مسجله معانا على الاستماره؟ مسجله الاستماره واتبعت لي ايميل على الجيميل تمام باللينك، بس جاي فعل الشات من على اللاب مش متفعل عندي. انت متاكده انك ضغطت على الشات يا فندم؟ اللي هي جنب الريز هانس. علمت الشات. طيب حضرتك جيميل، في ناس كتير جيميل داخله معانا والشات عندها مفعل. طيب حضرتك موجوده معانا على التيم على الفريق منصه دمياط؟ على الصفحه انا موجوده، يعني انا جبت اصلا اللينك بتاع الاجتماع ده من على الصفحه بتاع منصه دمياط التعليميه. تمام حضرتك، ان شاء الله بعد الهواء اتناقش ادخل معاك في حوار ونشوف الموضوع ده. سلام يا شكرا. شكرا جدا. طيب في عندنا استاذه حنان شحاته رفع ايدها برضه، واستاذ جهاد الجحاوي اللي جاهز في المايك يتكلم. ايوه السلام عليكم، مع حضرتك جهاد الجحاوي. الله يبارك فيك. اتفضل يا استاذ جهاد. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل استجابه. دكتور شكرا استاذه علا، افدتونا كثيرا والله جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. انا كنت رافع من بدري، كنت عايز استفسر ازاي اضع انواع متعدده من الاسئله في تطبيق واحد، وحضرتك اجبت عنها من خلال تطبيق المنظومه يعني. ايوه انا من بدري عشان. وانا على فكره احنا قاعدين مع بعض، انا عملت 3 تطبيقات، ممكن حضرتك تبقى تبص عليهم
في الشات ان شاء الله، رفعت الرابط لحضرتك ما شاء الله. وده اللي هو المنتظر يا جماعة بعد الدورة ان شاء الله، اللي عشان ما حدش ينسى المعلومات اللي عرفناها النهاردة، يا ريت الكل يطبق منها. وعلى فكرة ان شاء الله بكرة هيكون في حاجة ان شاء الله مش عايز اقول اسمها النهاردة، دي بقى هتكون دايركت بيني وبينكم. يعني لو انا بشرح درس افتراضي مع الطلاب وعايز الطلاب يحلوا واشوف مين حل ومين ما حلش ومين الاول ومين الثاني والكلام ده، دي بقى ان شاء الله يكون التطبيق او البرنامج بتاع بكره ان شاء الله. لذلك بكره هيكون كلنا ان شاء الله هنتفاعل مع بعض، وكلنا هنشتغل مع بعض وهنحل مع بعض ونتفاعل مع بعض من خلال تطبيق واحد، لان لازم تشوف الشاشه اللي عند الطالب بيكون شكلها ايه وشاشه المعلم بيكون شكلها ايه، على اساس لو في اي طالب حصل عنده مشكله تقنيه يبقى انت تعرف ترد عليه فيها. فده ان شاء الله يكون موضوع بكره باذن الله. تطبيق كده بيكون فيه التفاعل اونلاين مباشر بيننا وبين بين الطلاب والمعلمين. تمام شكرا يا دكتور. استاذه حنان شحاته في موجوده معانا، استاذه حنان شحاته رفع ايدها. تمام استاذ اسامه جزر رفع ايده. شكرا لحضرتك يا استاذ علا، وشكرا للدكتور محمد على الشرح بتاعه الجميل جدا دلوقتي. واللي انا كنت بس عايز اضيفه لان النهارده مثلا احنا بنستفيد ازاي نحول الماده العلميه بتاعتنا لشيء شيق. برنامج الكهوت اللي احنا درسناه في اول العام والتدريبات اللي خدناها والبرنامج بتاع النهارده دلوقتي، هي برامج بتخلي التعليم متعه، بتخلي التعليم متعه. كان استاذنا الاستاذ الفاضل اللي كان سال السؤال ازاي احنا نستفيد من هذا البرنامج. البرامج ديتي كان في انا عملت في شهر 9 يعني مشاركه كده في مؤتمر كانت عمل في المنصوره، كان اسم العنوان بتاعه جيميفيكيشن ان ليرنينج، ازاي نحول التعلم الى متعه. فاحنا بالشيء الجميل اللي اتعلمناه النهارده نقدر نحول الماده العلميه من ماده جامده عباره عن سؤال واجابه الى لعبه. يعني تخيل انت حضرتك دلوقتي الولد في لعبه من يربح المليون، هل في عنده وقت محدد؟ لا، ممكن يبقى مفتوح طول الوقت يقعد يلعب فيه. فالنهارده بصراحه انا مستفيد جدا ويعني مبسوط جدا 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 ان دكتور محمد يعني عرفنا على تطبيق يعني فعلا سري، وان احنا المفروض كلنا ان احنا يعني نشتغل بيه في مدارسنا. هيتغير كتير جدا من ميول الطلاب، الطالب اللي بيشاكس، الطالب اللي هو مثير للمشاكل لانه مش لاقي شيء ممتع. طيب. انما لما نستعمل طيب. البرنامج ده يا استاذ اسامه بعد اذنك مداخله، يا استاذ اسامه بعد اذنك، لو حضرتك قارنت ما بين تطبيق النهارده وتطبيق كهوت ايوه ده اسرع منه بكتير. أيوة. لا طبعا التطبيق ده سريع وغني. كهوت اي السبب ان كهوت لازم الطالب يشوف شاشه المعلم، يعني لازم يكون الطالب يشوف شاشه المعلم. دي مشكله طبعا في التعلم عن بعد ممكن ما يشوفهاش. وفي الحاجه الثانيه كمان ان ده رابط تبعته وفي وبيريحك انت كمعلم، يعني مش لازم تنتظر اجابات الطلاب على ايميل وتقعد تراجعها، لا خلاص انت كده عملت النشاط وصممته من الالف للياء وبعت الرابط للطالب، خلاص كده الطالب ايه هيشوف النشاط ويعرف الصح من الخطا ويتعلم مع نفسه. فاحسنت كده فعلا. الله يبارك فيك يا فندم. ده فكره اللي هو الصف يعني الصف المقلوب، يعني هو بياخد من فكره الصف المقلوب الفليب دي كلاس رومز او يعني، بس هو ممتع بصراحه يعني ممتع. وشكرا جدا جدا يا دكتور محمد على اللي انت عرفتنا على شيء جميل النهارده. الف شكر. الله يحفظك. الله يبارك فيك. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت في طريقه لمتابعه اداء الطلاب بعد ما ابعت لهم الرابط اشوف الاداء تبعهم، يعني هل يوصلني اجاباتهم او هيك او ممكن نشاط شخصي للطالب؟ ممكن حضرتك لو مثلا بصيتي كده على الشاشه، ظهر الشاشه بتاعتي عندكم؟ ايوه. طيب شوف حضرتك لو ضغطت على ماي اب هيظهر، اول ما نضغط على ماي اب هيظهر لك كده، لو انت ضغطت على اي واحده منهم هيظهر لك هنا كم طالب مثلا شافوا النشاط ده. شايف الرقم حضرتك؟ ايوه دكتور. شايف حضرتك الرقم؟ هو رقم 3 مثلا، ده 3 طلاب مثلا شافوه. ممكن اول ما تضغط علي تطبيق احنا عملناه، ممكن اعمل له ايديت تحرير، ممكن اعمل له عمليه حذف، ممكن لو انا مثلا عملت ضغطت على زي الرسم البياني ده هيظهر لي مثلا كام واحد شافوه في صوره رسم بياني. بس الكلام ده مش هيفيدك في شيء، يعني ممكن الطالب مثلا يفتحه يجاوب صح يجاوب خطا، ده انت مش هتعرفيه لسبب ان انت حطيت ايه هي الاجابات الصح
وحددت ايه هي الاجابات الغير صحيحه، والطالب ما يتعامل مع نفسه يشوفه مثلا مباشره بعد ما حضرتك تبعتيه، بيشوفه في اي وقت وفي نفس الوقت يعرف الصح من الخطا. تمام. شكرا شكرا استاذه علا. لو سمحتي مش متفعل عندي الشاتنج وجالي ايميل على ال. حاضر يا فندم، بعد الهوا ان شاء الله اتواصل مع حضرتك. ان شاء الله. شكرا يا دكتور. العافيه. في كمان عندنا استاذة حنان شحاتة، لو هي عندها لسه مداخلة. ايوه اتفضلي يا فندم. ايوه استاذة علا، مساء الخير. مساء الورد يا بنتي، اتفضل. عايز اسال الدكتور بس، هو في يعني وجه شبه بين التطبيق ده وتطبيق زونال؟ تطبيق ايه؟ زونال. هو تطبيق زونال ده تقريبا بيحتاج الى كود ويحتاج جروب تقريبا معين. ده اسهل طبعا من غير اي كود ومن غير اي قيود. شكرا يا رب. تمام. لسه في اسئله يا جماعه؟ اتفضل. اللي عنده اي اسئله اتفضل يا جماعه. في الاستاذ همام رافع ايده. اتفضل يا استاذ همام. الو استاذ عبير اتفضلي. ايوه استاذ عبير اتفضلي يا استاذ. دكتور، كنت حضرتك قلت ان احنا عشان نتابع نشاط الولاد، كان في حد سأل من شوية، فقلت ان احنا هندوس على ماي ابس ونشوف كم ولد متابع. ايوه. طيب احنا دلوقتي يبقى لازم ندخل اسماء الولاد في ماي كلاسز الاول، صح؟ لا لا، انا ما دخلتش على ماي كلاسز، حضرتك هتشوفي عدد بس. يعني مثلا ممكن ولد يدخل مثلا على الرابط اللي انا بعته له، وممكن يدخل مرة تانية. في الحالة دي هيظهر عندك العدد كام؟ هيظهر عندك العدد 2. لو نفس الولد أخذ المرة الثالثة هيظهر العدد 3. فحتة المتابعة وكام ولد دخل أو كام ولد دي ما دخلش، ديت مش هتعنينا بشيء. يعني إحنا مثلا عرفنا إن الصف كله دخل، طب بعد ما عرفنا الصف كله دخل هل صح، هل صح ولا خطأ؟ برضه دي مش هيوفرها البرنامج. لذلك إحنا مجرد ما بنعمل الرابط أو بنعمل التطبيق ونجهز الرابط نبعته للطلبة، كده خلاص احنا عرفنا ان الطالب دخل ما دخلش. اهم حاجه احنا عملنا اللي علينا وعملنا النشاط في صوره شيقه وصوره جذابه، وهيبان للطالب الاجابه الصح من الاجابه الخطا. تمام. لكن لو انا مثلا عرفت ان الصف كله دخل، مش هيضيف لاي شيء، لسبب ان البرنامج هنا ما بيتحش الحته ديت الا لو انا كنت عامل كلاس صف، ودي احنا ما اتكلمناش عنها خالص النهارده. الاجابه اصلا انا محدده له الاجابه اصلا وهو صحح خطاه بنفسه. ايوه صح كده، لان هنا طيب. في حته اسمها ماي كلاس، دي احنا ما دخلناش فيها خالص ماي كلاس ديت. تمام. هنأجلها لبعدين ولا اسال فيها ولا ايه؟ ديت علشان حضرتك هتعمليها يكون عايزه اعداد مسبق الاول، ان الاول هتعمل حضرتك كلاس هتسميه طبعا الصف بتاعك ده مثلا صف مثلا خمسه اول خمسه ثاني، وتعمل كرييت فيه وتدخل الايميلات بتاعت الطلبه، وبعد ما تدخل ايميلات الطلبه واسمائها لازم كل طالب يسجل. فدي طبعا مشكله ان نجبر الطلاب ان يسجلوا على برنامج معين على اساس يبقى كل حساباتكم بتسجليهم انت بالايميل اللي مسجل فيه الطالب، واي طالب يدخل على النشاط هيظهر لك بقى في الحاله دي دخل كم مره والمحاولات الصح والمحاولات الخطا. بس دي هيبقى موضوع مرهق بالنسبه لنا، لان كده كده في الاخر، في الاول وفي الاخر النشاط انا لما بعمله بيكون ايه المعروف من الصح وايه المعروف من الخطا، وبعد كده في الحاله ديت الطالب هيتعلم مع نفسه في البيت، فمرهقه فما انصحكوش بيها، وخاصه ان هو مش تبع مايكروسوفت برضو. يعني الداتا هتتعبك انك هتعمل الايميلات بتاعت الطلبه، وممكن ما يكونش طلبه اصلا عندها ايميلات، ممكن ما يجمعش الصف كله بالمره. تمام. فما فيش اريح ان حضرتك تعمل النشاط التفاعلي وتاخد الرابط وتبعتيه للطلاب من غير ما يدخل ولا يعمل حساب على البرنامج ولا اي حاجه، يدخل على طول يحل مباشره. لكن انا لو دخلت موضوع ان الطالب مثلا يكون عنده ايميل او يعمل حساب والكلام ده كله بيكون موضوع مرهق للطلبه، وخاصه لو كانوا في المراحل الاولى الابتدائيه والاعداديه. وفي نفس الوقت يعني حضرتك اديك شفت اهو، الناس عندنا في مصر كانت بتعاني عشان البحث المطلوب منهم كان الكتروني، لازم عايزينه ورق وبتاع ده، فيكون
في مقاومه لاستخدام البرنامج مجرد ما يعرف ان هو لازم يعمل ايميل ويكون عنده حساب والكلام ده كله، لكن مجرد ما يكون رابط وبتوفر نت عنده فده ايه بيكون بنسبه قبول بالنسبه للطلبه اكتر. شكرا يا دكتور. العافيه. استاذ محمد الفخراني متاهب للسؤال، اتفضل استاذ محمد. والله هو السؤال يعني ببساطه دلوقتي انا لو انا شغال على جوجل كلاس واخدت اللينك بتاع الشغل اللي انا عملته دوت ورحت وديته على جوجل كلاس وفعلت مع الطلبه من خلاله هيظهر ويبان وكده يعني ولا؟ هيضغط الطلبه على الرابط وكل واحد منهم هيظهر هيحل النشاط وكل حاجه، بس مش هيجي لك برضو انت كم مين واحد كم واحد حل صح من اول مره وهي محاولات. لا انا ما يهمنيش، انا ما يهمنيش صح حل صح ولا غلط، لان في فيدباك موجود اصلا في البرنامج زي ما انت حضرتك صراحه. ايوه تمام كده تمام. فالفكره كل في الفكره كلها انا اشوف الطلبه اللي اتفاعلت واشتغلت على النشاط اشتغلت ولا ما اشتغلتش، دي الفكره كلها. أيوة. يعني بس مش أيوة. يعني دي الفكره يعني تاخد الرابط، مجرد ما حضرتك يا استاذ محمد هتاخد الرابط وتحط لهم على جوجل كلاس او تحط لهم على الواتساب او تحط لهم على اي حاجه تتواصل بينك وبينهم هم هينقروا على الرابط وهيحلوا ويتفاعلوا ويتعاملوا مع نفسهم. يعني نفس الفكرة بقى لو أنا رحت أخدت اللينك ده وحطيته على إدمودو خاص بالفصول، لو رحت مثلا للناس اللي شغالة مثلا في تيمز مثلا أخد بالك أنت برضو فصول، يعني أيا كان هذا الرابط هاخده هشتغل بيه في أي مكان وأشوف مدى تفاعل الطلبة، مدى تفاعل الطلبة معايا في الأكتيفيتيز ديت يعني أو في التاسكس دي اللي أنا عديتها لهم. مدى خلي التفاعل الطلبة والكلام ده يكون إزاي؟ يكون مثلا ان حضرتك بعت الرابط النهارده مثلا، قبل ما تبعت حضرتك رابط تاني هتقول له مثلا شباب ايه رايكم في النشاط اللي فات، هتعمل مثلا معاهم حوار لو كانت حصه اونلاين تعرف وجهه نظرهم ومين حل ومين ما حلش بالحوار والدردشه كده تمام. لكن احنا اللي يهمنا ايه؟ اللي يهمنا ان الطالب وصل للمعلومه الصحيحه حتى لو كان اخطا، لان لما بيخطا اول مره مش هيخطا تاني مره، إنه وصل للمعلومة الصحيحة دي أهم حاجة عندنا. وفي نفس الوقت بيكون الطالب في حالة تحدي، يعني مثلا في نشاط عندكم أنا عرضته من شوية اللي هو اسمه سباق الخيول، النشاط ده ممكن يلعب الطالب لوحده وممكن الطالب يلعب مع الكمبيوتر زي ما بيلعب مثلا اللي هي دورة قدم مثلا يتحدى الكمبيوتر كده، لا هنا بقى ممكن يتحدى الكمبيوتر في الإجابة على السؤال ده، وان الطالب لو اتاخر عن يجاوب على السؤال مثلا يلاقي الكمبيوتر يحل اسرع منه، وبالتالي يكون في زي اثنين حصان كده بيعملوا سباق، واحد بيمثل اللي راكبه بيمثل الطالب والتاني بيمثل الكمبيوتر ويشوف مين فيهم يتسابق، فبيعمل زي جو من التنافس والمرح في النشاط. تمام جميل يا دكتور محمد. تمام تمام يا دكتور. استاذ محمد حمود لو عنده مداخله اتفضل. استاذ محمد محمد حمود شكرا استاذ محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. دلوقتي لو الطلبه بتوعي مثلا دخلوا شافوا الرابط بتاع اللي انا عملته، ممكن طالب واحد يخش كذا مره. ايوه. في الحاله دي هيعد عدد طلاب ولا هيعد طالب واحد؟ لا يعد نفس عدد الطلاب برضه. الرقم اللي بيظهر عندي ده تحت بيظهر عدد اللي بينقر على الرابط، يعني لو الطالب مثلا دخل على الرابط 6 مرات هيظهر لك عدد 6، يعني أيوة. مثلا انا عندي طالب دخل 6 مرات وطالب تاني دخل مره واحده هيظهر لي العدد اللي دخلوا عندي على التطبيق ده 2 ولا 7، هيظهر لك 7. تمام. لذلك انا بقول لكم ما تشغلوش بالكم انتوا بعدد الطلاب مين اللي دخل او الكلام ده، انتوا عملتوا نشاط للطلبه عشان يستفيدوا بيه تمام، لسبب ان انت مش هتحاسبه، يعني مش هتحاسبه دخل على الحاجه دي ولا ما دخلش تمام. اهم حاجه انت عملت النشاط بصوره مشوقه ومن غير اي قيود في الدخول ولا من غير تسجيل حساب ولا من غير اي ايميل معين ولا اي حاجه، كل اللي يحتاجه الطالب بس وجود انترنت مش اكتر من كده. تمام شكرا لحضرتك. العافيه يا استاذ محمد. استاذه ايمان السعيد من المعلمات المبدعات عندنا في مجال التكنولوجيا، يا ريت لو عندها سؤال تتفضل. عذرا يا استاذه علا، انا النت فصل عندي فجاه كده يعني معلش يعني. لا لان حضرتك داخل باتنين ايميل يا استاذ محمد. لا لا ما تقوليش. والله داخل باتنين ايميل حضرتك. والله حضرتك داخل والله باتنين اكونت حضرتك. ظاهر عندي ان حضرتك داخل باتنين اكونت يا فندم.
هو اكيد يفصل، لازم يفصل، احنا باكونت واحد وبيفصل، انت تاخد باثنين يعني. والله ما استني بس، والله ما لا انا مش شغال والله على الاكونت واحد بس داخل يا فندم قصادي. طب الاكونت التاني اسمه ايه؟ طيب معلش عاوز محمد البخاري برضه يا فندم. ده ان دل على شيء يدل على اهتمام الاستاذ محمد بحضور الدوره مرتين مش مره واحده. طبعا استاذ محمد البخراني على فكره من ابناء محافظه دمياط وهو دلوقتي في عمان. يا اهلا بك يا استاذ محمد، شرفنا بحضرتك. الله يكرم حضرتك. طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا جدا، ولو في اي سؤال احنا طبعا تجاوزنا الحد بنص ساعه، فيا ريت لو في اي سؤال نتفضل او ناجله للمحاضره القادمه. بشكر حضرتك جدا، بشكر الحضور، بشكر كل القيادات اللي موجودين معانا. طبعا كان معانا مدربين عظام زي استاذ اسامه جزر، ده احد المدربين الاساسيين في المنصه، واستاذ محمد حمود احد الكوادر التدريبيه على ارض الواقع. طبعا كل الاساتذه الاستاذ امان الشهاوي، كل دول قيادات التربيه والتعليم عندنا في محافظه دمياط، بالاضافه الى القيادات اللي موجوده في المحافظات الاخرى لمصر اللي احنا اتشرفنا بوجودهم معانا، زي استاذ مصطفى وزي ابناء الوطن العربي اللي دخلوا معانا. طبعا معانا استاذ شادي عابد النهارده موجود معانا، احد المدربين الموجودين عندنا، بس النهارده مش عايز يتكلم معانا ليه، بس يلا اما نسيبه براحته، يمكن السماعات مغيرهاش، كان عنده مشكله في السماعات فالظاهر خايف يدخل. ف طبعا الاستاذ امين الخياط لو موجود معانا يتفضل يختم معانا المحاضره الرائعه دي. اتفضل يا استاذ امين. تمام استاذ امين، واضح مشغول بالبث المباشر. تمام يا فندم، اشكركم على حسن تفاعلكم وعلى حسن تواجدكم معنا. انسان النهارده اتفضل يا استاذ. وبالشيء الجميل اللي احنا شفناه النهارده، التحاور والتعليم والاخلاق العاليه مع الدكتور محمد اللي سبق عاد مره واثنين وثلاثه، سعيد جدا. وانا كنت مشغول وخلتني اقطع البث، يعني كل اللي عملناه ان شاء الله ساعتين ونص ايدي مرفوعه على اساس انقل الخبر. شكرا شكرا شكرا، وربنا يبارك فيكم جميعا. انا بشكر حضراتكم خالص والله، واتمنى اكون لو ضفت لو معلومه بسيطه للكوادر التدريبيه كلها الموجوده. وانا سعيد جدا والله بالتواجد معكم، ودمياط ديت من البلاد اللي هي عزيزه على قلبي، واشكر الف شكر كل الحضور والقائمين على هذا التدريب. شكرا جزيلا. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شكرا لحضرتك يا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. شكرا استاذ علاء. شكرا شكرا يا مس علاء، كل سنه وحضراتكم طيبين. فرصه سعيده ان شاء الله نتقابل فيكم، وربنا يكلمك عفوا دايما بالنسبه. امين يا رب، نلتقي ان شاء الله في نفس الميعاد بكره ان شاء الله. دكتور على خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا حضرتك بخير يا فندم. السلام عليكم. اشكرك يا دكتور، جزاك الله كل خير، وجعل الله في ميزان حسناتك. نتقابل غدا ان شاء الله بمحاضره رائعه هنسمع عنها ان شاء الله بكره، هنتفاجئ بيها زي ما اتفاجئنا النهارده، معلومات قيمه جميله جدا. وان شاء الله دي بدايه سلسله تكنولوجيا التعليم مع دكتور محمد، ان شاء الله هو هيوعدنا باستكمال السلسله في اوقات مناسبه له ان شاء الله، بس بكره ان شاء الله استكمال لسلسلة تكنولوجيا التعليم، بدأناها بالأنشطة التفاعلية، بكرة إن شاء الله هنستكملها. نستودعكم الرحمن الذي لا تضيع أمانته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.